أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من أوضة اللبس. النهاردة منتخب مصر والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بيعلن عن أسماء اللعيبة المحترفة المنضمة لمعسكر الشهر القادم. الجهاز الفني طبعا أعلن عن اللعيبة المحترفة. انتوا عارفين لازم الأسامي تتبعت للأندية في أوروبا قبل المعسكر بأقل حاجة أسبوعين، فلازم الأسامي تتبعت من بدري. طبعا محمد صلاح ليفربول، أحمد حجازي اتحاد جدة، النني أرسنال، أحمد حسن كوكا أولمبياكوس، ومصطفى محمد جلطة سراي. دي أسامي اللعيبة المحترفين بتوعنا اللي هينضموا للمعسكر القادم. لكن وبعد كده طبعا يعني بنهاية الدوري أو بعد نهاية الدوري، بعد آخر جولة، وبناء على حالة اللاعبين وبناء على الإصابات وبناء على حاجات كتيرة، كابتن حسام البدري هيعلن عن القائمة المحلية اللي هي هتكمل القائمة دي. أنا يعني طبعا متفاهم جدا إن كابتن حسام، وطبعا كل مدرب بيبقى ليه لعيبه هو مستريح معاها ولعيبه شايفهم ان هم مناسبين لطريقه لعبه. كابتن حسام يعني شايف ان مصطفى محمد واحمد حسن كوكا اعتقد مع محمد شريف ممكن من الدوري المصري هيبقوا هم الثلاث مهاجمين اللي موجودين في قائمه المنتخب. انا كان عندي راي ان كان لازم يتم دعوه عمر مرموش، ولازم حتى لو ما تمش دعوته، لو هو مش كابتن حسام مش شايف ان ده التوقيت المناسب، لازم عمر مرموش تتم مراقبته بشكل جيد، ولازم يتم التواصل معاه، لانك بتتكلم على لعيب صغير في السن بيلعب في فولسبورغ. فولسبورغ دي احد الانديه اللي هتشارك في بطوله الشامبيونز ليج في الموسم القادم، واحد الانديه الكبيره في المانيا في الموسم الحالي، اسف، هتشارك في الشامبيونز ليج، واحد الانديه الكبيره في المانيا. عمر مرموش في المباراة الأخيرة أمام بوخم دخل في الدقيقة 70، لعب آخر تلت ساعة، والأخبار كلها في الميديا في ألمانيا بتقول إن الراجل ده جزء من بلان المدرب. فده لعيب هيتطور مع الوقت، لعيب لو أنت بتبص على كأس الأمم الأفريقية وبتبص على الماتشات المهمة، ده لعيب جايلك في الطريق لازم تكسبه من بدري رأيي، ولازم إن أنت تحفظه طريقة لعبك من بدري، ولازم تعيشه أجواء منتخب مصر من بدري، عشان ما يجيش بعد كده الراجل ده تلاقيه بيلعب ماتشات شامبيونز ليج وبيجيب اجوان، ومره واحده هجيبه ابقى راجل لسه ايه. يعني في حاجات المدرب لازم يبقى قاريها ايه اللي هيحصل. انا بقول لكم ان عمر مرموش جاي في الطريق، هو مستقبل هجوم منتخب مصر. الراجل معلش مهما تقولوا لي مين بيلعب فين وبتاع، الراجل بيلعب في التوب ليفل، بيتمرن كل يوم مع بنظام تمرين معين في المانيا. انتوا عارفين مدرسه التدريب الالماني مدرسه متقدمه جدا، بيحتك كل اسبوع بلعيبه مميزه جدا في الدوري الالماني. فده وانت مدرب وانت شايف، انت شايف لعيب جاي لك في الطريق، كده كده جاي لك المنتخب الاول، فخده من بدري، خده من بدري، لان هو مره واحده هتلاقي نفسك ان انت مجبر ان انت تستدعيه. فانا في رايي ان كانت لازم القرايه في الاخر. طبعا القرار لكابتن حسام، واحنا بنساند كابتن حسام وجهازه في كل قراراتهم بنساندهم، لان ده دورنا ان احنا نساند الجهاز الفني للمنتخب الاول وكل المنتخبات. لكن كنت اتمنى ضم عمر مرموش، لان راجل بيلعب تاني في احدى اقوى دوريات العالم وبيشارك وهيخش سنه. الماتش اللي فات لما دخل كان كويس، لكن كابتن حسام يعني اتجه لمصطفى محمد واحمد حسن احمد حسن كوكا، مع اعتقد ان محمد شريف اكيد طبعا هيكون هو المهاجم اللي من ان شاء الله يرجع بالسلامه، هيكون المهاجم يعني بعد الاصابه هيكون هو المهاجم الاساسي اللي منضم من القائمه المحلية. ماتشات مهمة جدا لمنتخبنا الشهر القادم، طبعا أمام أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. كابتن حسام طبعا هيبدأ ب يعني القائمة المحليين الأول، هيعملوا معسكر بتاعهم لغاية لما الأجندة الدولية تخش الخمسة لعيبة المحترفين اللي قلت حضراتكم عليهم: محمد صلاح،
احمد حجازي النني، احمد حسن كوكا، ومصطفى محمد ينضموا للقائمه المحليه ويكتمل يكتمل المعسكر. واحده برضو من واحد من الناس اللي انا نفسي ان كابتن حسام، وانا هنا ما بفرضش رايي على حد يعني، طبعا انا بقول رايي في الاخر، ممكن كابتن حسام يبقى بيسمعني، او طبعا اصدقائنا اعضاء الجهاز الفني يبقوا بيسمعوني يقولوا، ممكن يقولوا ميدو عنده حق. انا شايف ان الكابتن حسام لازم يحط محمد عبد الشافي في الصوره، ومحدش يقول لي الراجل ده عنده كام سنه والسن، الكره ما بتعترفش بالسن، مفيش باك ليفت احسن من محمد عبد الشافي في مصر، مفيش. ثبات في الفتره الاخيره، ثبات مستوى مع الزمالك ما شاء الله عليه، بيلعب 90 دقيقه الماتشات كلها بنفس اللي شايفين في ماتش الاتحاد في الدقيقه يعني 85 ولا في الدقيقه 84، موجود في ال 18 مكمل، خبره كبيره جدا. فاتمنى ان كابتن حسام البدري وهو بيبص على اللعيبه اللي من القايمه المحليه يكون عبد الشافي في الصوره، يكون عبد الشافي في الصوره لانه يستحق. وتاني محدش يقول لي اصله كبير في السن، الراجل طالما ان هو في الملعب وبيلعب في نادي في نادي بينافس على الدوري ونادي متصدر الدوري وبيلعب بشكل اساسي وبيقدم مستوى مميز، يبقى ما تقولش عنده كام سنه، ما تقولش عنده كام سنه، الا بقى لو كان عندك باك ليفت تاني صغير انت شايفه ان ده المستقبل وده موجود، بس ما يمنعش من ضم عبد الشافي. انا نفسي عبد الشافي يروح المنتخب، والله مش عشان بحبه على المستوى الشخصي بس، انا بحبه طبعا، مفيش واحد على فكره في مجال الكوره ما بيحبش عبد الشافي، راجل مؤدب ومحترم وراجل يعني بروفيشنال ومحترف وكل المزايا فيه ما شاء الله عليه، راجل متربي كويس وراجل محترف ولعيب كوره كبير. عبد الشافي لازم يروح المنتخب طالما اللعيب رجليه في الملعب وما اعتزلش دوليا، لازم يبقى ليه، لازم يبقى الباب مفتوح له. فاتمنى واتمنى ان الكابتن حسام البدري يبقى سامعني، انه يبص لعبد الشافي انه يكون جزء من البلان بتاعه وجزء من التصور بتاعه والخطه بتاعته للمرحله القادمه، لان مفيش باك ليفت في مصر احسن من عبد الشافي. معايا مكالمة مهمة جدا من نادي الشرطة العراقي، الأستاذ حسين الخرساني مدير المركز الإعلامي، لأن أنتوا طلعت أخبار في الـ في الـ في الـ في الساعات الأخيرة. طبعا أنتوا عارفين إن كابتن مؤمن سليمان تولى مسؤولية الإدارة الفنية لمنتخب 2006، منتخب الناشئين يعني. طلعت أخبار في الساعات الأخيرة إن هو هيسيب المنتخب، أو طلب إن هو يسيب المنتخب وهيروح الشرطة العراقي. وده طبعا مسبب يعني غضب كبير جدا داخل اتحاد الكوره. عايزين نعرف الحقيقه. الاستاذ حسين الخرساني مدير المركز الاعلامي بنادي الشرطه العراقي، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ حسين. مساء الخير كابتن، تحيه لك وتحيه لمشاهديك الكرام. اهلا بيك يا فندم، وتمنياتنا ليك ولكل اهل العراق، اخواتنا واحبابنا في العراق، بان انتوا تكونوا دايما بالف خير. ربي يحفظك كابتن ميدو، ربي يحفظك. استاذ حسين، هل فعلا في مفاوضات مع الكابتن مؤمن سليمان؟ كابتن ميدو، يعني المفاوضات يعني لم تكن وليدة اللحظة ولا هي قبل الأيام، منذ فترة يعني ليست في الفطيرة كانت هناك مع المفاوضات مع الكابتن مؤمن، وتمت الموافقات المبدئية، والكابتن مؤمن الآن متواجد في بغداد وتم توقيع العقد، وان شاء الله سيقود من يوم غد، راح يقود الفريق فريق الشرطه بشكل رسمي. يعني كابتن مؤمن في بغداد خلاص، ووصل ووقع على العقود، ومن اول بكره هينزل التدريبات. نعم ان شاء الله، هو كان اليوم وصل العاصمه بغداد، والعصر كان موجود في التدريبات، يعني اشرف على يعني ما اشرف بشكل رسمي لكن تابع اللاعبين من بعيد وتعرف على اللاعبين، وان شاء الله بكره او بعد بكره راح يعني يدخل التمرين بشكل رسمي ليقود الفريق في مباراه الدور الممتاز للبطوله العربيه ان شاء الله.
ان شاء الله يعني. طب انا عايز اسال سؤال يا استاذ حسين، يعني هل مثلا الكابتن مؤمن قال لكم مالكوش دعوه انا هخلص عقدي مع المنتخب، لان انتوا عارفين ان هو مرتبط بتعاقد مع الاتحاد المصري لكره القدم للاداره الفنيه لمنتخب الناشئين المصري، هل هو قال لكم انتوا اخرجوا بره الموضوع وانا هخلص مشكلتي مع اتحاد الكوره؟ لا 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 كابتن ريدو، يعني احنا هذا الموضوع اعتقد هو خاص بالكابتن مؤمن، من غير المنطقي احنا نتدخل في هذا الموضوع. اذا كان عنده هو التزامات مع الاخوه في الاتحاد المصري، يعني من المفروض انه هو يخلص هاي الالتزامات ومن ثم يجي يكمل مشواره او يبدي مشواره مع فريق نادي الشرطه. اداره نادي الشرطه غير معنيه بهذا الامر اطلاقا، ولا اعتقد انها طلبت او تدخلت فيما يخص هذا الموضوع. والكابتن مؤمن ايضا لديه شخصيه ولديه يعني خبره في المجال الكروي وفي مجال التعاقدات، ولا اعتقد انه من الغير منطقي انه يكون او يضع نفسه في او يضع الاتحاد المحلي في جمهوريه مصر العربيه في موقف حرج. بالتاكيد هو راح يصل الى تفاهمات مع الاتحاد المصري في سبيل ان تنتهي هذه القضيه بشكل تام. استاذ حسين الخلزي المدير المركز الاعلامي بنادي الشرطه العراقي، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معايا، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الموسم اللي داخلين عليه، موسم يعني طبعا تعرفين الدوري في العراق دوري قوي جدا ودوري بيتم بحضور جماهيري، لكن احنا النهارده قدام مشكله كبيره. كابتن مؤمن سليمان تعاقد مع اتحاد الكوره كمديرا فنيا للاتحاد للمنتخب الناشئين لمواليد 2006، وانتوا عارفين ان ده بيبقى مدربين كتير بيتمنوه ومدربين كتير بتتهافت ان هي تبقى موجوده داخل اتحاد الكوره. وعايز اقول لكم يعني ان في لعيبه كبار لعيبه لعبت لمنتخب مصر يعني عدد مباريات دوليه كبيره جدا، بيبقوا مقدمين السيفيهات بتاعتهم ان هم يكونوا جزء من البلان بتاع اتحاد الكوره. واتحاد الكوره يعني له رجاله، يعني ليه الناس بتاعته. واتكلمت في الموضوع ده قبل كده، وقلت لكم ان في لعيبه كبار، يعني الراجل كابتن سمير كمونه طبعا المحلل الفني لبرنامج اوضه اللبس، قال لي هنا في البرنامج ان هو قعد 6 سنين مقدم السي في بتاعه عشان يتم اختياره ان هو يكون احدى يعني مدرب مدير فني في منتخبات الناشئين، ولا مره حد كلمه. تتكلموا انتوا على فكره سمير كمونه ده كان لعيب كبير قوي، كان يعني راجل يعني حصل على كاس الامم الافريقيه 98 مع منتخب مصر في الجيل الذهبي لمنتخب مصر مع كابتن جوهر الله يرحمه، وراجل احترف بره لعب في الدوري الالماني، وراجل لعب عدد مباريات دوليه كتير جدا. ده على فكره سمير كمونه ده واحد من ناس كتير. فالنهارده لما بيتم اختيار شخص ده بيبقى اتحاد الكره او اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره عندهم امل كبير جدا فيه. فانا اعتقد ان رحيل الكابتن مؤمن سليمان للشرطه العراقي يعني هيتسبب في غضب كبير جدا داخل اتحاد الكره. انا طبعا مش عايز اظلم كابتن مؤمن، معرفش ايه الظروف اللي قابلته، معرفش هل في كان في مشاكل ما بينه وما بين اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره او اعضاء اللجنه المعينه اللي بتدير الكره في مصر. مش عايز اظلمه، مش عارف ايه الدوافع اللي خلته ياخد القرار ده، لان القرار ده على فكره قرار مصيري بالنسبه لكابتن مؤمن، لان هو معنى كده ان هو خلاص ملوش يعني رجل تاني جوه اتحاد الكوره، مش هيقدر ان هو يبقى ليه شغل في المنتخبات. في رأيي يعني، ما اعرفش، طبعا في الحياه شفنا كل حاجه، والآراء بتتغير مع مرور الوقت والزمن بينسي الناس، ولكن يعني قرار مصيري لكابتن مؤمن. ممكن يكون ان هو عشان خده كان بيقابله مشاكل، يعني اتمنى ان كابتن مؤمن يخرج للجمهور ويخرج للمتابعين ويوضح لهم ايه هي كانت دوافع قراره ان هو يسيب تدريب منتخب مصر للناشئين ويروح يدرب الشرطه العراقي. طبعا الشرطه العراقي نادي كبير ونادي يعني من الانديه العريقه في الكره العراقيه، ونادي ليه باع طويل جدا وباع كبير جدا في الكره الاسيويه بشكل عام والكره العراقيه. لكن لازم نعرف ايه اللي حصل،
هل هي دوافع ماديه فقط، ان فروق الماديه فروق كبيره؟ هل كابتن مؤمن لما جه يشتغل مع الفئات العمريه المراحل بتاعت الناشئين والسن الصغير حس ان هو مش لاقي نفسه مع السن ده؟ على فكره بتحصل، يعني ممكن مدرب هو مصنف ان هو او هو ما يعرفش يشتغل مع لاعبي الفريق الاول بس، ما يعرفش يشتغل مع المرحله العمريه الصغيره. طبعا انا بتمنى التوفيق لكابتن مؤمن، واحد من المدربين المميزين جدا، لكن اتمنى ان هو يخرج ويوضح للناس. مش طبيعي ان هو خلاص كده هو مشي وما بقاش فيه اي توضيح، حتى لو عن طريق الفيسبوك او عن طريق اي حاجه لازم يعمل بيان عشان يبرأ اسمه ويوضح للناس ايه هي ملابسات رحيله، مشي ليه. قرار مش سهل، ممكن بالنسبه للناس يقول لك اه عادي يا عم ده ساب منتخب الناشئين وراح مسك فريق، لا قرار مش سهل، قرار ليه توابع كبيره جدا، وقرار انا بقول لكم ان القرار ده اكيد اتسبب في غضب كبير جدا لمسؤولي اتحاد الكوره. لكن دلوقتي خلينا نقول ان هو اصبح امر واقع، وان الكابتن مؤمن دلوقتي خلاص مش موجود. الراجل خلاص الاستاذ حسين الخارزي المدير المركز الاعلامي قال لك الراجل في بغداد، الاستاذ حسين الخرساني قال لك الراجل في بغداد ووقع عقوده، وان احنا بقالنا فتره بنتفاوض معاه. طيب دلوقتي كابتن مؤمن مش موجود، مين البديل؟ اتمنى ان البديل يبقى يستحق، يبقى راجل عنده خبرات مثلا في التعامل مع المرحله العمريه دي، يبقى راجل ليه باع مع المنتخب الوطني كلعيب، وان انت بتبني مدرب للمستقبل. اتمنى ان يبقى في تفكير في اسماء صغيره بتبني مدرب للمستقبل. ليه لا؟ ليه لا؟ ليه ما تفكروش في واحد زي مدحت عبد الهادي اللي اتظلم قبل كده جوه اتحاد الكوره؟ راجل ليه باع طويل، وراجل لعيب دولي كبير، وراجل درب في مع اجهزه كبيره جوه نادي الزمالك، ومرن المرحله دي في قطاع الناشئين في نادي الزمالك. ليه ما تفكروش في واحد زي مثلا وائل رياض تشيتوس؟ ليه ما تفكروش في واحد زي شوقي، محمد شوقي؟ ناس اشتغلت مساعدين مع كابتن شوقي غريب وتعلموا حاجات كتيره، وليه يعني اتمنى ان تبقى اسماء كده. ليه اتمنى ان اللي ياخدوا فرصه بالذات في المرحله العمريه دي يبقوا ناس اشتغلوا في الحته دي ويقدروا ان هم يخدموا وتبقى بتحضر مدرب للمستقبل. لازم يبقى عندنا الفيجن ده. واكبر مثل على كده مثلا ان المدير الفني للمنتخب الانجليزي الاول دلوقتي جارث ساوثجيت اشتغل في ميدلزبرا، وبعد كده راجل راحوا ممسكينه منتخب الناشئين وطلع بالفرقه منتخب شباب وخد معاهم بطوله اوروبا وتم تحضيره للمنتخب الاول، ودلوقتي شغال بقاله اكتر من 4 سنين من كاس العالم اللي فات، يمكن شغال قبل كاس العالم في التصفيات، شغال مع المنتخب الاول، راجل تم تحضيره. طيب تعالوا ناخد مثل تاني في مصر، من اكتر المدربين اللي نجحت في تاريخ منتخب مصر الكابتن حسن شحاته. طلع ازاي؟ كان في منتخب الناشئين وطلع بجيل بقى منتخب الشباب، وبعد كده مسك المنتخب، جات الظروف سمحت ان هو يمسك المنتخب الاول، اتزق في المنتخب الاول ونجح بالجيل اللي هو طلعه من تحت مع 5 6 لعيبه من اللعيبه الكبار. لازم يبقى ده الفيجن والنظره والتخطيط بتاعنا. اتمنى ان فنجاده النهارده هو راجل المدير الفني لاتحاد الكوره او المدير التقني لاتحاد الكوره او التكنيكال دايركتور لاتحاد الكوره، يبقى ليه راي في مين يبقى المدير الفني للمنتخب. ولازم نتعلم من اخطائنا يا جماعه.
انا بكلمكم طبعا في الكلام ده بعد رحيل الكابتن مؤمن سليمان للي ما كانش متابعني الى الشرطه العراقي. خلاص خلاص اكدوا لنا نادي الشرطه العراقي ان هو راجل راح هناك موجود في بغداد ومضى وبكره هينزل التمرين. فبنتكلم في البديل، لازم يبقى في فيجن، لازم بقى تستعينوا براي الراجل فنجاده. مين المدرب اللي بنحضره للمستقبل اللي هو بقى لما يجي يشتغل هنبعته ياخد دراسات بره وهو شغال مدرب بمنتخب؟ ما هو مدرب المنتخب ده عنده معسكر كل 3 4 شهور، لازم في النص اشغله اديكيشن يتعلم ياخد رخص تدريبيه يعمل معايشات بره، حضر مدرب للمستقبل زي ما الناس بتعمل في كل حته في العالم. اتمنى الناس تبقى بتفكر كده. ومش عايز طبعا انسى حد، علشان انا ضربت بس امثله مثلا بمدحت عبد الهادي مثلا، ان مدحت عبد الهادي اتظلم في الحته دي قبل كده لان هو كان اتعين قبل كده مدير فني ومشي مشوه من غير ما حد يكلمه. بتكلم مثلا على محمد شوقي، راجل لعيب دولي كبير ودلوقتي عنده خبرات كويسه جدا جمعها من خلال العمل في الدوري الممتاز كمدرب عام، ثم بعد كده العمل كمساعد مدرب في المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب، حضره للمستقبل. وائل رياض شيتوس، واحد من المدربين المحترمين، مدرب محترم الناس كلها بتشهد ليه ان هو مدرب كويس، برضه خد تجربه ان هو مساعد في الدوري الممتاز في الانتاج الحربي مع كابتن شوقي، ثم بعد كده مساعد في جهاز كابتن شوقي وخد تجربه الاولمبيات وخد تجربه كاس الامم تحت 23 سنه. فكروا في الناس دي، فكروا في الناس دي، حضروا مدربين للمستقبل. اتمنى ان الناس المسؤولين يبقوا سامعيني تاني، ونفسي نشتغل زي الناس بتاعت بره ويبقى عندنا فيجن، والمنتخبات دي تبتدي تلعب باسلوب لعب واحد ونبتدي نبني لنفسنا هويه. طبعا ممكن اكون بحلم، بس هحلم مش مشكله، هحلم لان حاجات موجوده. ليه ما تدوش فرصه لواحد زي رضا شحاته مثلا؟ مثلا مدرب اثبت نفسه في الدوري الممتاز، مواليد 81 يعني عمره 40 سنه، ادوله فرصه. مدرب لبق بيتكلم كويس بيفهم كوره عنده خبرات كبيره دلوقتي اشتغل مع ناس مختلفه، ادوا فرصه لواحد زي رضا شحاته. انا بقول لكم مش عايز انسى حد، لكن اتمنى ان السياق ما يخرجش بره كده، ما يخرجش بره الحته دي. الناس اللي خدمت مصر والناس اللي فعلا تستحق، ومفيش تقليل من حد شغال، ما بقللش من حد، لكن اتمنى التفكير في بديل اول حاجه يتم او يتم ان يبقى الراي في الاخر خارج من فنجاده، يتم عرض عليه سيفيهات والراجل يعمل انترفيوز للمدربين دول للاربع خمس اسماء اللي انا قلت لكم قلت لها عليكم دول، وفي ناس تانية محدش يزعل مني اذا كنت نسيت حد، في ناس تانية جيبوا الناس واقعدوا معاهم، جيبوا الناس واقعدوا معاهم، الراجل فنجاده يقعد معاهم ويعمل معاهم انترفيو مقابله عمل زي في كل حته في الدنيا. اسئله، عارفين لما واحد بيروح يشتغل في بنك، لما شاب بيتخرج ويروح يشتغل في بنك بيعملوا معاه انترفيو، بيقولوا له ايه احلامك؟ عايز تبقى فين بعد 10 سنين؟ ايه فلسفتك في الحياه؟ ايه فلسفتك في العمل؟ لو حصل معاك كذا هتعمل ايه؟ برضو الراجل فنجاده ده النهارده المفروض شغلته ان هو اللي يقرر مين المدير الفني اللي جاي لمنتخب الناشئين بعد رحيل الكابتن مؤمن سليمان، اللي في خبر حصري لوط اللبس نادي الشرطه العراقي اكد لنا منذ دقائق ان هو موجود في بغداد ووقع على العقود الرسميه وخلاص مشي من المنتخب. طيب لما نيجي النهارده، ومن ضمن الحاجات اللي احنا لازم نتعلمها، لما تيجي النهارده تجيب مدرب صغير تشغله وبتحضره للمستقبل وهتبعته ان هو ياخد دراسات بره ويشتغل، عشان بعد سنتين ثلاثه اربعه ممكن يبقى مساعد لمدرب اجنبي مثلا في المنتخب الاول، بعد كده يبقى هو المدير الفني المنتخب. انت عندك فيجن ان الراجل ده عنده البوتنشال ان هو يقدر يبقى مدير فني المنتخب الاول، عنده الشخصيه، عنده الثقافه، عنده العلم، عنده حاجات كتيره، النجوميه، حاجات كتيره جدا. طيب النهارده لما اجي اشغل معاه جهاز، ما اجيبش بقى واحد من الشرق وواحد من الغرب وراضي ده من المحله وده من اسكندريه ومدرب حراس مرمى من الصعيد ومش عارف ايه وبتاع، عشان ابقى انا ايه رضيت الجمعيه العموميه كلها بتاعتنا. لا، جيبوا بقى المدير الفني ده قولوا له انت بتشتغل ازاي،
انا بشتغل بالطريقه الفلانيه، لا احنا عايزينك تشتغل كذا، تعالى مين بترشحه ان هو يشتغل معاك؟ ما انت لازم، من ضمن المصايب اللي بتحصل، من ضمن المصايب اللي بتحصل ان انت لما بتجيب ناس مش لايقه على بعض، وكل واحد فيهم ليه نظام شغل، وكل واحد فيهم جاي من باك جراوند مختلف او خلفيه كرويه مختلفه وليه افكار مختلفه بتاع، لما بيجوا الناس دي يشتغلوا مع بعض بيفشلوا بعض، وبتبقى مشكله كبيره جدا. فالنهارده المدير الفني اللي انت جاي ده انت عايز تنجحه، انت مش عامل المنتخب ده، هي مش تورته عيد ميلاد، مش تورته عيد ميلاد بتوزعها بتقطع وبتوزع، لا المفروض ان الناس يبقى الناس بقى اللي عايزه الكوره في مصر تتقدم، الناس اللي عايزه الكوره في مصر تتقدم. واحنا النهارده المفروض ان احنا تعاقدنا مع مدير فني لاتحاد الكوره اجنبي عشان هو اللي يعمل الكلام ده، زي ما بقول لكم في طريقه زي ما موجوده في العالم كله. انا شغلتي ان انا النهارده، انا راجل شغال في الميديا دلوقتي، شغلتي ان انا اقول لكم لو الناس ما تعرفش ايه اللي بيحصل في كل الدول اللي سابقانا في الكوره، ده اللي بيحصل عندهم. ونفسي، مش بقول كده مهاجمة لحد ولا بنتقد حد ولا اي حاجة، لكن نفسي ان احنا نبقى ماشيين في الخط ده. النهاردة يعني طلع قرار يعني في توقيت يعني صعب، طلع قرار قال لك ايه؟ قال لك ان مباراة سموحة والجونة هيتم تأجيلها 48 ساعة، هيتم تأجيلها 48 ساعة. طب ليه؟ قال لك علشان يبقى في تكافؤ فرص ما بين الأهلي والزمالك في الفرق المنافسة اللي هتلعبهم، يبقوا ريحوا عدد الأيام، عدد نفس الأيام. يعني بصوا أنا ماشي اهي، تأجيل مباراة سموحة والجونة في الدوري 48 ساعة. قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة والجونة بالجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز في 9 مساء السبت 21 أغسطس باستاد الإسكندرية، بدلا من إقامتها الخميس 19 أغسطس. ليه بقى؟ قال لك عشان الإنتاج الحربي وهو هيلاعب الزمالك هيبقى لاعب قبلها بثلاث أيام بس، فأنتوا لازم الجونة والجونة تبقى لاعبة قبلها بثلاث أيام بس. أنت هنا كاتحاد كرة أنت بصيت لمبدأ تكافؤ الفرص ما بين الأهلي والزمالك، ماشي. طب فين بقيه الفرق؟ ما ذنب الجونه؟ ايه ذنب الجونه اللي انت النهارده كنت بعت لهم جدول، وسموحه طبعا كنت بعت لهم جدول والناس محضره نفسها ان هي تشتغل بشكل معين. مدرب ده على فكره بيبقى عنده فيجن للثلاث اربع ماتشات اللي جايين، مره واحده انت ضربت له كرسي في الكلوب، لا انا هغير لك الكلام ده. ايه ذنب الفرق الثانيه؟ وهل احنا واحنا بندير الكره في مصر بنبص ان احنا نرضي الاهلي والزمالك ازاي بس؟ نرضي الاهلي والزمالك ازاي بس والفرق التانية دي كومبارسات ماشيين معايا كده بس بيمشوا معايا الدوري؟ وليه الناس دي وهي حاطه بتحط الجدول من الاول ما بصتش المبدا تكافؤ الفرص ده من الاول قبل ما تبعت الجدول؟ مش الجدول ده لسه مبعوت بقاله ما فيش اقل من شهر؟ ليه لجنه المسابقات وما كانتش عارفه ان لازم يبقى في مبدا تكافؤ فرص الفرق تلعب ايام زي بعض؟ ليه بنتعمد ان احنا يطلع منظرنا هو امام كل الناس اللي بتتابع الدوري بتاعنا؟ ليه؟ كانها معموله قصد. احنا هو احنا ما بنعرفش نعمل حاجه، احنا بنعمل جدول ونغيره على الكيف، وفلان يكلمني يقول لي ما تزق لي الماتش ده يومين. ليه؟ ما من الاول انت عارف ان انت عايز تعمل مبدا تكافؤ الفرص، ماشي. ليه من الاول من قبل ما تحط الجدول؟ ما انت عارف. ليه بتطلع اتحاد الكره ولجنه المسابقات ان هم مش عارفين ان هم ما عندهمش فيجن حتى، ما عندهمش نظره وهم شغالين وهم بيحطوا الجدول؟ وبعدين انت بترقع الجدول المصري عشان الاهلي والزمالك يبقوا راضيين. طب بقيه الفرق دول ناس كومبارسات؟ يعني الناس بتاعت سموحه والجونه والناس التانيه كلها اللي انت غيرت لهم الجدول دول، مفيش اي اعتبار الناس دي حاطين جدول تدريب تريننج بروجرام؟ انا النهارده هلاعب فلان عشان اعمل روتيشن وادور عشان الاعب فلان.
مفيش اي اعتبار ان الناس دي مثلا زي بتاعت الجونه دي هتلعب في اسكندريه قدام سموحه وبعد كده ترجع تسافر الغردقه تلعب قدام الاهلي في الجونه؟ مفيش اي اعتبار للاجهاد اللي ممكن يحصل لهم؟ يعني انت بتبص ان الاهلي والزمالك في الحته المنافسه، ولا انت بعد لما طلع القرار اللي هو بتاع ان الفرق كل حددت خلاص مين هيلعب في افريقيا، فالفرق دي خلاص بقت ايه بتكمل الدوري كده اي كلام، فمش مشكله ان احنا نرقع بيهم الدوري عشان خلاص نحدد مين البطل. احنا ما بنشوفش، انا بتابع كل دوريات العالم، يعني مش كل دوريات العالم لكن بتابع كل الدوريات اللي ممكن يعني اي واحد بيحب الكوره يتفرج عليها. عمري ما شفت كده، عمري ما شفت كده. وخلاص وصلت لمرحله من انا من كتر ما انا بتكلم في الكلام ده ان انا بصراحه زهقت لان حاسس ان مفيش امل، مفيش فايده. مفيش فايده، الدنيا ما هي ماشيه كده. بعد ما اجي ابص في الجدول كده، لا انا ممكن اغير كذا، لا اغيره. طب فلان كلمني في التليفون عشان اغير كذا عشان الضغط يبقى هو والاجهاد يبقى هو بتاع. طب ايه يعني مفيش مشكله، طب اكلم الجونه بقى اسالهم عندكم مانع ولا لا؟ لا ما عندناش مانع، الدنيا تمام. طب خلاص غير يا ابني، اكتب الماتش اعمله بميعاد كذا، خد لي الموافقات الامنيه. هو ده اللي بيحصل على فكره، انا مش بقول لك كلام كده بتهكم على حد، انا بقول لك هو ده اللي بيحصل. طب كلمني كده شوف الناس الامن، الناس موافقين ان الماتش يتلعب في التاريخ الفلاني؟ اه موافقين. طب خلاص حطه في التاريخ الفلاني، سكنه يوم كذا. والله دوري المدارس زمان في مصر ما كان بيتعمل كده. يعني دوري المدارس كان بيتم احترام الجدول والمواعيد بتاعته اكتر من اللي بيحصل دلوقتي في الدوري المصري الممتاز. الدوري صاحب الباع الطويل وصاحب التاريخ الطويل، اللي احنا دلوقتي باللي احنا بنعمله ده احنا بنشوه تاريخه. انت لما بتقعد تغير كده ماتشات وتجيب من هنا لهنا عشان ترضي فلان وتعمل كذا وملكش اعتبار الا بالانديه الكبيره بس، والانديه الصغيره ملهاش لازمه. انت يعني بتشوه سمعه الدوري المصري. وبعدين بقى في سؤال مهم، هو مبدا تكافؤ الفرص ده ما بيجيش الا في اخر الماتشات في الدوري؟ يعني هو كل الماتشات اللي فاتت اللي في الدوري كانوا الاهلي والزمالك لما بيجوا يلعبوا كانوا الفرق المنافسه ليهم رايحين نفس عدد الايام؟ ولا حصل كتير ان الاهلي لعب ماتشات والزمالك الفرقه المنافسه ليه كانت لعب عدد ايام اقل ولا عكس؟ حصل. انا اللي اعرفه ان مبدا تكافؤ الفرص اللي في الاخر ده يبقى تلاعب مثلا الناس في نفس التوقيت عشان ما يبقاش في ضغوط على حد، وما يبقاش حد عارف النتيجه قبليها، وما يبقاش منافس عارف النتيجه قبل منافس، حاجات كتيره جدا ماشي. انما ما احنا في كل حته في العالم بيبقى المنافس واخد يوم زياده، واخد يوم اقل، حاجات كلها بنشوفها في كل حته في العالم. ولما زمان احنا كنا مثلا وانا شغال مدرب مثلا كنت بشتكي مثلا ان في فرقه اللي انا هلاعبها الماتش اللي جاي واخده راحه ازيد مني 3 ايام، كانوا بيردوا عليا يقولوا لي يا كابتن ما بيحصل كده في احسن دوريات العالم. كنت بقفل بقي بقول خلاص مش مشكله، اجهز لعيبتي واشتغل. انا مره كنت تاني ماتش في الدوري هلاعب الجونه في الجونه، وقبليها بالظبط ب 48 ساعه يعني ما كملناش 72 ساعه لان كنا هنلاعب الزمالك في القاهره، والجونه كان بيلعب الاتحاد قبليه ب 48 ساعه. فكلمت الناس يا جماعه الناس لاعبين قبليه ب 48 ساعه ماتش في الجونه مش هيسافروا، وانا هلعب وقدامي 48 ساعه هاخد الفرقه اسافر بيها بالطياره والعب ماتش بعدها ب 48 ساعه، اجلوا لي الماتش يوم. قالوا لي لا يا كابتن ما انت في الدوري في العالم كله بحضرتك بتشوف ما ده بيحصل في العالم كله. فلما ضربوا لي امثله قلت والله احنا بقينا والله يعني الدنيا محترمه جدا زي العالم كله، انا اول واحد لازم التزم بالكلام ده. فير انف، قلت لهم اوكي مفيش مشكله ورحت لعبت عادي. فهو مبدا تكافؤ الفرص ما بيجيش الا على الكيف. حاجات كتيره بتخلق الاحتقان، خلي بالكم احنا بننادي كل يوم ان احنا مش عايزين تعصب وروح رياضيه
ولازم ان احنا نشتغل على ان ما يبقاش في تعصب ما بين الجماهير، ولازم نخلي بالنا والمسؤولين يخلوا بالهم وبتاع. لكن الحاجات اللي بتتعمل دي هي اللي بتخلق الاحتقان. انتوا بتدوا فرصه لكل الناس ان نفسها يبقى الكره المصريه فيها مشاكل وفي احتقان ما بين الجمهور يفضل موجود بالقرارات الغريبه اللي بتتاخد دي، اللي مره واحده بتطلعوا بيها. يعني مره واحده كده الناس بتنام بالليل بتصحى الصبح تلاقي قرارات غريبه غريبه جدا. النهارده يعني واحد من اساطير الكره الالمانيه واساطير بايرن ميونخ بيرحل عن عالمنا في سن 75 عاما، جيرد مولر. يعني طبعا واحد من اللعيبه يعني العظماء، طبعا مسيره كبيره جدا مع المانيا ومع المانيا الغربيه ومع بايرن ميونخ. وطبعا يعني كل بقى الارقام اللي تتخيلوها لسه مضروبه، يعني مثلا لقب هداف الدوري الالماني عبر التاريخ في عدد الاهداف، لسه ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ ونجم منتخب بولندا لسه ضرب الرقم بتاعه السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت بس في موسم واحد يعني. لكن تاريخيا طبعا جيرد مولر النهارده بيرحل على عالمنا. يعني والمحزن في القصة ان هو كان عنده الزهايمر، كان عنده طبعا يعني كان الزهايمر اللي هي بالعربي فقد يعني مش فاكر حاجة، وكان في مصحة يعني بيخلوا بالهم منه، وكان عايش لوحده في السنوات الأخيرة. النهاردة نادي بايرن ميونخ بيعلن عن رحيل الأسطورة جيرد مولر. نبأ صادم جديد تلقى مجتمع كرة القدم العالمي بإعلان نادي بايرن ميونخ رحيل أسطورته وأسطورة المنتخب الألماني جيرد مولر عن عمر ناهز 75 سنة بعد صراع مع المرض. مولر اللي جسد المعنى الحقيقي لكلمة قناص قدم مسيرة أسطورية في ستينات وسبعينات القرن العشرين، ساهم خلالها في إنجازات تاريخية للنادي البافاري وفي محطتين من أهم محطات المنتخب الألماني على مدار تاريخه. بدأ الأسطورة الراحل مشواره مع كرة القدم بصفوف فريق نوردلينجن سنة 63، وبعد سنة واحدة أدرك بايرن ميونخ قيمة موهبته الصاعدة بسرعة الصاروخ في الوقت ده علشان يتعاقد معاه ويلعب بصفوفه لمدة 15 سنة. سجل مولر رحل الجسد، لكن التاريخ والذكرى والإنجازات الأسطورية باقيين وصعب ينساهم أي حد من محبي كرة القدم في العالم كله. رحيل مولر العالم كله بيتحدث عنه النهاردة، لأنه فعلا كان واحد من المهاجمين الكبار اللي خدموا طبعا منتخب ألمانيا الغربية، وفاز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا الغربية، وفاز ببطولات وبطولة أوروبا مع ألمانيا الغربية، وفاز ببطولات كتيرة جدا مع بايرن ميونخ الهداف التاريخي للبوندس ليجا. بيرحل عن عالمنا النهاردة في سن 75 عام. بعد الفاصل هيكون معايا واحد من المدافعين اللي لعبوا سنوات طويلة في نادي الزمالك، وواحد من أبناء نادي الزمالك المخلصين اللي عمره أبدا ما بخل بأي نقطة عرق وبأي جهد عن على نادي الزمالك. دايما في الأوقات الصعبة كنت تلاقيه عنده أهداف شهيرة جدا في النادي الأهلي، في كابتن إكرامي في موسم 87-88 في الموسم اللي خد فيه الزمالك الدوري المصري، عنده هدف شهير في كابتن شوبير. كان مدافع قوي ومدافع صلب ومدافع يعني بيتمتع بالرجولة دايما، كل الناس اللي حواليه بتعتمد عليه جوه الملعب. بيشرفني ان بعد الفاصل يكون ضيفي الكابتن نبيل محمود رامبو. اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس، وضيفي النهارده واحد زي ما قلت لكم من المدافعين الكبار في تاريخ نادي الزمالك.
ويمكن هستعرض يعني خلال الحلقه مع حضراتكم على البطولات اللي فاز بيها مع نادي الزمالك، فاز بعدد بطولات كبير كبير جدا. الجيل بتاعي وممكن اللي اكبر مني عارفينه كويس جدا، عارفين ان الزمالك في الوقت ده كان عنده مدافعين جامدين جدا، وزي ما حضراتكم عارفين كان زمان طبعا كل الفرق بتلعب بتلاتة ورا، فدايما كنت تلاقي ليبرو يعني حريف بيلم ورا الناس، وسنتر باكين جامدين اجريسيف، كل الكور العاليه بتاعتهم بيتقدموا في الكور الثابته، بيراقبوا مان تو مان كويس جدا، ودايما كنت تلاقيهم ناس ما بتعرفش تهزر. واحد من افريقيا ولقبين في السوبر الافريقي بجانب لقب في البطولة الافرو اسيوية، كانت الحصيلة التاريخية للمدافع المتميز. بجانب العديد من البطولات المحلية توجت مسيرة كلها مثابرة واجتهاد، وعلى الصعيد التدريبي اثبت نبيل محمود نفسه في تجارب عديدة، سواء كمدرب عام ساهم في تحقيق الزمالك لقب كاس مصر، او كمدير فني في محطات عديدة كان أبرزها قيادة فريق الرجاء للتأهل للدوري المصري الممتاز في إنجاز تاريخي. الشرس كلاعب والطيب كإنسان، رامبو هيفتح قلبه بأسرار وحكايات بتخرج لأول مرة في مكان واحد، هو أوضة اللبس. رامبو الكرة المصرية، رغم ان هو كان شرس جدا في الملعب، انما واحد من اطيب الناس اللي تقابلهم في حياتك، وكل الزملاء اللي لعبوا معاه وكل اللعيبة اللي لعبوا معاه عارفين ان هو واحد من الناس يعني القليلين في الكرة للأسف اللي تلاقيهم طيبين بره الملعب. كابتن نبيل، نرجع تاني لبداية مسيرتك، وهنستعرض مع الساده المشاهدين مسيرتك في الملاعب الاول في كلاعب الاول كمدرب الانديه دي اللي بدات بيها. طبعا مسيره كبيره جدا معظمها في الممتاز به، نادي اولمبيك او النادي كان في نادي موجود، وبعدين لان بدات السلم من تحت جميل، وبدات من درجه ثالثه وبعد كده اول ممتاز به كان جراند اوتيل.
وبعد كده شرقية الدخان. شرقية الدخان ونادي اسوان بترول اسيوط الالومنيوم، حاجات كلها معظمها في الصعيد يعني. ما كل... لا صعيد وبحري يعني. عندي القناه البحري، عندي تليفونات بني سويف الاولمبي، عندي الرجاء، عندي بلديه المحله، عندي كفر الشيخ. لا الحمد لله كل الرجاء. انت صعدت بالرجاء؟ رجعت 2017. ومشيت ليه بقى؟ مش عارف لحد دلوقتي والله. يعني انا عارف ان انت عملت موسم كبير معاهم في الممتاز، بيوصل والله حاجه كويسه. وهم اهل مطروح عموما بيني وبينهم ارتباط كبيره يعني. في صور يمكن موجوده للجمهور، محافظه مطروح كلها في الشارع، ومنظر الاتوبيس بتاعنا وهو ماشي في الشارع فرحه غير عاديه. وكنا لمين يعني محافظه مطروح من الحمام كده شمالا لحد السلوم غربا، يعني الحمام شرق وشمال يعني لحد السلوم كله كان ملفوف ورا نادي الرجاء، وكان في حاجه غير عاديه. ما اعرفش مره واحده، ما اعرفش السبب لحد دلوقتي. مفيش يعني رئيس النادي ما كلمكش ولا اي حاجه؟ لا رئيس النادي قعدنا عملنا عمره مع بعض وكل حاجه تمام. ورجعت من العمره لقيت تليفون هنغير، فتعرض عليا اشتغل مدرب عام. فبصراحه قلت لا، قلت لهم انا راجل صعدت بالفرقه. لا انا راجل مدير فني، انا ما اشتغلت مدرب عام في نادي الزمالك ده عشان نادي الزمالك. طبعا الزمالك يعني ده حاجه تانية خالص، ما اقدرش اقول له لا. وانا قلت قبل كده ان الزمالك في اي منصب في اي حاجه ما نقدرش نقول لبيتنا. لكن انا دلوقتي عامل شغل كويس معاكم. حتى كمان كان في مفاجاه يعني، البديل احترامي يعني هو زميل طبعا، كان الكابتن خالد امام شلاته، كان ماسك فريق فاركو كان الخامس في نفس المجموعه. في نفس المجموعه كنا مع بعض يعني. يعني انا قلت لهم ساعتها لو البديل هيكون الكابتن حسن شحاته، هيكون الكابتن حميد طلعت. مدرب يعني، ما بقول لحضرتك محترم، انا والكابتن خالد هو واحد يعني. كابتن خالد مدرب يعني مميز طبعا جداً. طبعا طبعا واخ يعني. كبير وزميل فاضل ومدرب محترم طبعا، كان لعيب كبير جميله. كان لعيب كويس قوي برضه. بس يعني انا مثلا انا جيت عملت، انت كنت طلعت الفرقه يعني، حقك ان انت. لا كمان مش انا لوحدي على فكره، ما كان في مجموعه لعيبه بصراحه يعني. انا اديت الحاج سعد تقرير، قلت له 16 لعيب ما يمشوش حرام، قلت له اللي شالوني وشالوا النادي وتعبوا معانا. هل دي ممكن تكون النقطه اللي مشيتك؟ ان هم كانوا عايزين ان انت كنت متمسك باللعيبه اللي انت صعدت بيهم ايمانا منك، بان اللعيبه دي وقفت مع النادي من حقها ان هي تشارك في الدوري الممتاز، وهم كان عندهم نظره ثانيه ان لازم يبقى في لعيبه من الدوري الممتاز؟ والله ما هم اللي بيقول كده يعني محترمي او بيقترح كده هو بيبقى بعيد عن انا اللي جوه الملعب وشايف اللعيبه، وشايف اللعيبه دي على فكره لعيبه محترمه جدا يعني. يعني على فكره الممتاز بكنز، مش في لعيبه مميزه كتير. ما انا لسه هسرد لك اسماء كتيره يعني. دوري صعب. طب عايز اخدك انت توليت المسؤوليه في مع الجهاز الفني في نادي الزمالك، ومشيت بطريقه غريبه برضو يعني. انا بتهيألي مشيت برضو بطريقه لا تقع في التاريخ. انا وخالد كنا في التمرين الصبح، وبعدين طلبونا قالوا لنا تعالوا المؤتمر، رحنا طبعا زي ما قلت لك برضو ده نادي الزمالك. ما نقدرش كنا في التمرين الصبح وكنا عاملين فتره اعداد. قالوا لكم تعالوا مؤتمر ايه؟ هنجيب مدرب مؤتمر جروس. مؤتمر جروس. وجروس على فكره انا واجهته بعد كام شهر مع فريق كفر الشيخ. كنت مغلوب بضربه جزاء وتعادلت 1-1 في ملعب الزمالك. حتى طلعت الماتش المرتضى وضحكنا شويه انا وهو يعني بعد المباراه. طب قالوا لك ايه وانت ماشي؟ قالوا لكم ايه انت وكابتن؟ ولا اي حاجه. ولا احنا كمان ما عرضوش عليكم طبعا انتوا تبقوا مساعدين في جهاز؟ لا جروس لا، هو كانت في اشاعات ساعتها، وكنت بقعد انا وخالد بالليل مع بعض، وكان احمد زاهر والكابتن ايمن حافظ الجهاز يعني بنقعد نتكلم يا جماعه في كلام بيتكتب عايزين نعرف، واحنا بنعمل اعداد شغالين. طبعا كان في اتجاه يعني ان الزمالك يغير والجروس ده جاي يعني من بره ميزانيه النادي، وهو مدرب كبير طبعا وكده. ايوه بس طبيعي ان انت تبقي على الجهاز اللي كان موجود قبل كده، ان هو عارف اللعيبه وعارف الطريقه اللي تاهلوا بيها وحاجات كده. جيبها بجهازه، راجل جيب جهازه كله. ما حدش مصري يشتغل معاه؟ لا في ناس مصري. لا هو جيبها خلوا امير عزمي يوم يعني. امير كان برضو شاب برضو طموح، وكمان عنده اللغه اليوناني والكلام ده، فكانت مساعده شويه بس. امير اللي احترف في اليونان ومدرب كويس طبعا، وطالع امير مدرب كويس دلوقتي طبعا. واخ عزيز بالنسبه لي انا شخصيا يعني. امير محترم واخونا يعني كلنا طبعا، متربي معانا. واخو شعبان طبعا. انا بقول لك انا علاقه انت كمان، وانت اخ هو كمان يحبني جدا. انا عارف امير قريب منه، هو دلوقتي مدير فني للسكه الحديد. السكه الحديد نتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ينجح مع الفريق. طيب عايزين نتكلم عن بدايتك مع نادي الزمالك، وانت طلعت في وسط جيل الحقيقه جيل عظيم
جيل يعني اللي ما لحقش جيل الثمانينات ده بتاع 86 87. انت طلعت كام؟ 86 87؟ هو كانت من 85 انا وعفت كنا معلمين قوي في يعني كنا انت عارف عفت وجيل عفت طبعا ويمكن كابتن عفت الاثنين اه طبعا عفت من اللعيبه الكبار قوي طبعا كان لعيب كبير النجوم الكبار اللي وبعدين زميل بقى من واحنا 11 12 سنه مع بعض وكنا احنا اثنين محظوظين طبعا ما كناش افضل اثنين لينا زملاء كتير قوي كانوا لعيبه كويسه قوي 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 يعني بس بقى انت عارف صعود الفريق الاول بيكون يعني في لك شويه او حسب المدرب اللي موجود متطلبات ومركز كان باركر الانجليزي في الفتره دي اللي موجود ده 85 86 انا حضرت يعني موقعات كوميسي كنت برضو 18 سنه لسه وكده كنت مقيد افريقيا معاهم فالراجل كان بيتفرج علينا فكان عاجبه القوه الجسمانيه الهيدرز بقى اللاعب القوي فهو حطني في دماغه لو هقول لك ان انا ما اتمرنتش غير تمرينه واحده فريق اول ولعبت مباراه غزل المحل في الدوري بس غزل المحل على مين بقى؟ على فريق غزل المحل على كابتن مشاق كابتن احمد حسن كابتن شوقي غريب كابتن زفتاوي كابتن خالد عيد كابتن صابر عيد جيل بقى ما تقول كان كابتن المحل كابتن محمد فايز لا كان في استاد القاهره تاني مباراة كانت لينا المنصورة فأحرزت فيها هدف لكن أنا يعني قبل ما أطلع الفريق الأول كان بقول لحضرتك شغل القطاع كله بقى من 13 و14 و15 و16 من 16 سنة 17 رحنا منتخب الناشئين برضو كنت أنا وعفت وكان برضو جينا من النادي الأهلي هاني رمزي وعبد كنت بلعب أنا وهاني رمزي مع بعض كان بقى اتنين أيامها ليبرو ومساك ما كانش ثلاثة لا ما كناش ثلاثة بعدين بقى جينا الثلاثة بس مرحلة ال 18 سنة دي طبعا اشتركنا في الدورة الصيفية في الاسكندرية كانت دايما بتتلعب في الصيف قبل الموسم ما يبدأ كان معانا فريق من الأردن وفريق غزل المحلة وكذا يعني فرقة فاشتركنا كمنتخب الناشئين عشان التجربة وكده بدأت بقى مع الفريق الأول هي صورتك مع كابتن عبد النصار أخويا طبعا حبيبي ده كاس على فكرة اللي احتفظنا بيه مدى الحياة ثالث أحمد سكتوري ده احتفظنا بيه الحمد لله وموجود في النادي وعفت عشرة عمره وعلى فكرة مش واخد حقه برضه يعني كان لعيب كان لعيب كبير لعيب كبير ومدرب محترم على فكرة وبعدين ابني أصيل من ولاد النادي ما هم ميدو في ولاد النادي يعني بيصعب على الواحد ولاد النادي اللي هم متربيين في النادي غير ولاد النادي اللي احترف ماشي موجود وعلى وده عصره وده عصر احتراف بس عارف انت اللي شرب من ميه النادي واتربى في النادي ويعني عاش مع عمي سعيد الله يرحمه في اوضه اللبس القديمه وشرب الليمون وكان من عم احمد كامل والحاجات دي كلها انت فاكر يعني اوضه اللبس القديمه دي كان ليها عشره معانا فكانت تربيه بقى يعني انت بيتك خلاص ده بيتك عرفت يعني من اللعيبه المظلومين فعلا يعني صحيح بس هو على فكره يعني بكل جيلي وكل جمهور الزمالك عارف قيمه عفة طبعا لعيب كبير عارفين ان هو يعني كبير كان 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 واحد من افضل اللعيبه في نص الملعب احنا جيلنا كله بامانه يعني جيلنا كله كانوا مميزين جدا لا يعوض يعني اقول لك ايه كان قول لي مين يعني قول لي مين يعني مين برضه عشان الناس يعني تفتكر معانا والجمهور الصغير يفتكر كان مين التشكيل الاساسي تقريبا اللي فرقه الزمالك في السنه دي مثلا بتاعت 87 88 اللي خدنا فيها الدوري السنه اللي انت جبت فيها الجون في التكتل ما احنا اقول لك الظروف دي المباراه دي ما كانش التشكيل الاساسي اللي بيلعب انت تعرف ان كنت لا قصدي في عموما في الدوري في الدوري ما هو كان موجود الكابتن احمد رمزي كان كابتن اشرف قاسم كان من حراسه المرمى اولا الكابتن ايمن طاهر والكابتن حسين السيد كابتن اشرف قاسم كان موجود كابتن هشام كان كابتن احمد رمزي كابتن حسين عبد اللطيف كان باك رايد لا ما كانش حسين جلال كان خالد جلال موجود السنه دي كابتن اسماعيل يوسف كابتن اسماعيل بقى ورضا جه معايا بنفس السنه اللي انا طلعت فيها عبد العال وكابتن حلمي طبعا كابتن محمد حلمي كابتن طارق يحيى جمال عبد الحميد كابتن مدحت مكي كان موجود كان بيلعب احيانا باك رايت فترات يعني لو احتاجنا كابتن مدحت مكي كان في عماد صلاح كابتن جمال عبد الحميد كابتن جمال طبعا كان موجود من 84 كابتن ايمن يونس كابتن ايمن يونس طبعا ما اقول حضرتك كابتن حمد عبد اللطيف الحاوي طبعا كابتن حمد عبد اللطيف اللي هو عامل لنا الاوفرين في نفس المباراه دي ويعني لعيب كبير وحاوي فعلا يعني انا على فكره كنت ببقى انا يعني انا من ورا الكابتن حماده انا من الخلف المنطقه الدفاعيه شايف الكابتن حماده على فكره بيجري كتير جدا في الملعب بيجري كتير والله اتظلم في منتخب مصر ما انضمش لمنتخب مصر كتير رغم ان هو كان لعيب كبير جدا مش عارف هو كتر المهاره اللي ظلمته ولا لان هو كابتن حماده كان كابتن حماده كان لما يقع في الملعب في ارض الملعب يعني يقع في الارض كنت بقى انا متاكد ان هيقوم بالكوره فهو انت عارف اللعب ده ممكن احيانا ما بيكونش لعب منتخبات انت عارف انتخابات انت بتلعب فرق افريقيه ده شنا بقى وقوه وكده فممكن المهاره دي كانت عقاب ليه ان هو ما يلعبش دوري كتير
يعني هو تقدر تقول ان هو عامل زي في الجيل ده زي ايمن حفني شويه؟ اه ممكن اه. ان هو اللعيب ممكن يخلص لك ماتشات في الدوري نفس المهاره اه نفس المهاره ايمن لعيب كبير طبعا. فهو الجيل ده يعني اللي كان موجود يعني جيل كبير وجيل عظيم ما شاء الله. وطبعا ابتدينا نسلم اجيال اجيال بقى، لعبت مع اجيال تانية ولعبت مع ناشئين طلعوا بعديه. كان في خالد غندور ومصطفى ابراهيم طبعا انت عارف، طلع بقى الجيل ويحيى نبيل وكتير ومؤمن سليمان برضو معتمد ومعتمد طبعا وكتير كتير عشان بس مش طبعا وصبري وحازم ومدحت وكل حته كل دول. عايز اسالك سؤال، مين السنتر باك او مين المساك دلوقتي اللي بتتفرج عليه اللي انت بتقول ان هو كان عامل زيكم اللي هو نفس المستوى القوه وال في نادي الزمالك؟ خلينا نقول في نادي الزمالك هم كلهم مميزين ما شاء الله، بس اعتقد الونش مع اختلاف انت عارف اللعب ايامنا مع اختلاف اللعب دلوقتي دلوقتي برضو الكوره بتبتدي من تحت كتير واغلب الفرق بتلعب زون واختلاف الطرق يعني بتاع اللعب. ممكن دلوقتي يكون الونش افضل مدافع في مصر ممكن انا طبعا عشان زملكاوي قدام تحيز، ولكن انا بحبه على المستوى الشخصي هو عبد الغني وعبد محمود علاء كمان يعني لعيبه مميزين بصراحه. هل في رايك وهاخدك بعد كده في مشوار يعني مشوار بطوله الدوري السنه دي، انت عارف ان الماتش اللي جاي الونش وعبد الشافي موقوفين، هل في رايك ان الزمالك عنده اللعيبه اللي تقدر ان هي تسد مكانه؟ انا لسه مصرح تصريح كده الصبح لقناه النادي يعني، فلا في هو كل اللعيبه على فكره في الزمالك مميزين بس انت لو مدرب هتلعب قايمه انت بتيجي لاخر تكبر. انا قلت الصبح محمود علاء يؤدي هيأدي، ومحمود علاء انا بقول لك هو كنت بقول له كده على الفطار الصبح تقول له محمود النهارده هتهدف كان بيهدف كان بيجي محمود علاء هيجيب جون الماتش هيجيب جون ان شاء الله وهو هيكون سبب كبير في مكسبنا. وانا ببارك له على فكره النهارده فرح اخوه كمان كان عازمني يعني طبعا انا جيت عندك مبروك لاخوه احمد ومحمود لعيب محترم ولعيب كبير برضه لعيب كبير وانا اشهد له يعني ان هو انا طبعا كنت مدربه في وادي دجله اشهد له ان هو لعيب راجل ومخلص ولعيب مميز جدا. هو البنش كانوا بيتخانقوا معايا على الفطار والنبي انا يا كابتن نبيل النهارده ما هي حاسه على فكره يعني كنت بقولها يا لك طبعا انا مش لا مش والي يعني ولا بس انت حاسس ان محمود علاء هيجيب جون مهم كنت بقى كنت اقول له لا انت مش لا الماتش اللي جاي ماتش دجله ان شاء الله هيجيب انا كنت اقول له مش انت النهارده محمود الونش مثلا فكان ماتش وادي دجله بالصدفه الونش جاب الجون وجري طيران. انا برضو متاكد ان محمود علاء هيسد مكان الونش وعلى فكره محمود علاء لما بيلعب جنب الونش بيبقى مميز مميز جدا مش لاقي بيلعب في نادي الزمالك وما يكونش مميز بس هي قايمه بتبقى غصب طبعا انت اشتغلت وانت عارف التدريب المدرب بيجي في موقف التشكيل بيبقى صعب جدا. طب واحد من اللعيبه الكبار قوي يعني اللي طبعا كان من احرف اللعيبه اللي جم في تاريخ الزمالك وواحد من الشخصيات اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي وكان زميلك الكابتن ايمن يونس. كابتن ايمن مساء الخير. مساء الفل. ايه الاخبار وحشني. ومعاك رامبو ورامبو منور كل سنه وانت طيب. حبيبي يا كابتن ايمن. وعقبال 100 سنه يا رامبو وصحه وسعاده ليك. رامبو يا ميدو لو كنت قابلته وانت بتلعب في الملعب كنت هتخاف منه. انا كنت هضربه. بعيدا عن اللعب الاصوات اللي بتطلع منه وهو بيلعب تحس ان انت بتلعب في جوراسيك بارك بتحس ان انت مرعوب. كان كابتن نبيل كل سنه وانت طيبين. كابتن ايمن وحضرتك طيب يا كابتن، فرصه ان حضرتك معانا يعني طبعا وانا عارف ان قد ايه انت متابع للزمالك وانت راجل طبعا احنا اتعلمنا ازاي نحب الزمالك منكم وانتوا يعني شايف المنافسه في بطوله الدوري عامله ازاي؟ لا عندك فرصه عمرك سهل قوي تلمس السبق الاخير وسهل قوي تكسب وسهل قوي توصل كله بايدك بس محتاجه تركيز ومحتاجه مفيش تهاون مفيش غرور مفيش احساس ان ما عدينا عقبه الاسماعيلي يبقى الامور بقت سهله. انا اعتقد لاخر ماتش الامور صعبه صعبه ومحتاجه الجديه منتهى الجديه والانضباط والالتزام. الولاد بصراحه عاملين موسم رائع والمنافسه رائعة جدا بين الزمالك وبين الاهلي لكن فرصنا بقت عالية واعتقد يعني فرصة ما تضيعش ما تضيعش. اكيد انت فكرت نبيل محمود بالدوري اللي هو جابه لنا مرة 88 يا وليد 87 يا سلام يا بلبل طلع وقف فوق في الهواء وقال للجمال عبد الحميد كده لما بيفضلوا بيفقدوا الاحساس بالارض والجاذبية الارضية وراح جايب جون عالمي. انا فاكر الجون ده
عالمي يا نبيل والله. ربنا يخليك يا كابتن ايمن. كابتن ايمن بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا، وبتمنى لك التوفيق. وطبعا كابتن ايمن كان واحد من اللعيبه الكبار. طبعا طبعا. كان حاجه يعني، لا حاجه، ما بقول لك جيلنا كله كان مميز كله. فرقه الزمالك دي كانت فرقه جامده جدا. يعني الفرقه اللي هي من اول 86 87 لغايه للاسف الانتكاسه اللي حصلت لنا بعد الاثنين دوري اللي خدناهم في بدايه التسعينات، كان ممكن يعني انا بقول دايما ان ان ماكاي لو ما كانش ماشي، لو كان ديف ماكاي ما مشيش. وعايزك تتكلم معايا بتفاصيل اكتر عن الحقبه دي، لان دي حقبه مهمه جدا الزمالك كان عنده فيها لعيبه مميزه جدا. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم كلام مهم جدا عن الزمالك مع رامبو كابتن نبيل محمود. اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس واوضه لبس رامبو الكابتن نبيل محمود نجم الزمالك ومدافع الزمالك في الثمانينات طبعا والتسعينيات. كابتن نبيل، الزمالك ناقص له اربع ماتشات والاهلي ناقص له اربع ماتشات، في رايك مين اللي عنده ماتشات اصعب؟ كل الماتشات صعبه دلوقتي. انا اتفرجت عليك امبارح وانت بتقول مباراه وادي دجله صعبه جدا جدا. انا معاك في الراي ده. صعبه جدا. خلاص السفير الهبوط دلوقتي مفيش فرصه، مفيش وقت. واي بنت دلوقتي، وبعدين الكره بتتصعب على الفريقين. الاربع مباريات مفيش. انت رايك ان المنافسين هنا هم نفس؟ لا مش هم كل المباريات صعبه اصلا. انت عارف يعني يمكن بالذات في نهايه الدوري يعني. بالظبط. ما ينفعش. لا موقف الفريقين كمان، يعني موقف الفرقتين. ما ينفعش اضيع بنت، ما ينفعش اضيع مباراه. ضيع مباراة يعني ضيع بطولة. طب انت شايف صعوبة وادي دجلة في ايه؟ ان هي الفرقة اخر املها. ان هي الفرقة بتلعب كرة كويسة، بتلعب كرة على الارض. ان الزمالك في دماغه نازل عايز 3 بونت، عايز يكسب الثلاثة بونت. فصعب جدا انك انت بتلعب على حاجة واحدة. طب لا قدر الله لو مش موفق. انا من اسبوعين بالظبط او من اسبوع كنت بكلم نفسي الزمالك مركز ثاني، طب الست ماتشات، طب لو كسب الست ماتشات، الاهلي كسب الست ماتشات، طب ما خدش الدوري، يبقى قاعد احسبها. فدلوقتي الكوره في ملعبي، بس ما ينفعش اضيع بونت، ما ينفعش اضيع فرصه قدام الجون. طب الاهلي عنده يوم الثلاث برضه في نفس التوقيت هيلعب طلائع الجيش، فرقه برضه من الفرق المحترمه مع بقياده الكابتن بسيوني، وفرقه بتلعب من غير ضغوط. يعني يعني خطوره برضه طلائع الجيش ان فرقه يعني لا بتلعب على افريقيا خلاص، لان انت عارف اتحددت، ولا فرقه هتنزل، وانت بتلعب من غير ضغوط، ودايما الماتشات اللي من غير ضغوط دي بتبقى صعبه. هيبقى ماتش صعب كانها ماتشات وديه بالنسبه للفرقه. هيبقى ماتش صعب، بس سيدي مدرب كويس وعامل شغل معاهم كويس قوي. هي فرقه كويسه، فرقه طالعه عامله نتائج كويسه على فكره. وعلى فكره مفيش اعلام ولا حد بيتكلم، وفرقه ماشيه كده في الهدوء. هو وحته هدوء دي هي سلاح ذو حدين. يعني الماتش يبقى سهل قوي، الماتش صعب. بس طبعا انا مش عايز اتكلم على مباريات النادي الاهلي. ليه؟ يعني انا اتكلم، احب اتكلم عن النادي بتاعي. يعني مش عايز يبقى في تصريح زعل حد منك. اتكلم عن النادي بتاعي واتكلم عن جمهوري. فرقتي الكره في ملعبهم، الكره عندنا. مش عايز اتكلم على حاجه ثانيه. اكسب الاربع ماتشات، خد الدوري. انت رايك ان الزمالك المفروض ما يبصش لحاجه؟ هما انا مبسوط منهم دلوقتي، مفيش تصريحات، مفيش حاجه. الفرقه قافله على سكه. وبيلعبوا كمان. هدوءهم في ماتش الاسماعيلي كان كويس، ما كانواش مستعجلين. بس برضه خبرات ما شاء الله، في نجوم كبيره ما شاء الله. الشوط الاولاني بعد ما عدى ما كانش فيه استعجال. ما كانش فيه استعجال. انا كنت قلقان بصراحه. انا عارف الاسماعيلي تيم كبير، وانت عارف انا اشتغلت مع هاب، وهاب زميل، يعني هاب جيلي على فكره. لعبنا منتخب مع بعض، وكنا بنلعب ضد بعض. محترم جدا، شخصية جميلة، وابن ناس ومدرب كبير. طبعا طبعا. يعني في ماتش طبعا. بس هو مباراة اللي قبل الزمالك عملت لود، مباراة الاهلي عملت لود عليه برضه. حمل بدل يعني. بدل مجهود كبير، وبيلعب 10 لعيبة. ماتش بيراميدز كان بيلعب 10 لعيبة. برضه طبعا طبعا. يعني كانت دي في صالح الزمالك. طبعا مش زي بيشاع يعني ويتقال عيب قوي يعني حاجة. لا هو الزمالك كان، لا الكلام ده ما يستحقش. الزمالك فريق كبير، الزمالك فريق كبير، الاسماعيلي فريق كبير، والدوري المصري كبير، بلاش كده. في رأيك اليوم الزيادة في الراحة بيفرق في الوقت ده من الموسم؟
يعني الزمالك خد يوم زياده راحه في مباراه الاسماعيلي بتفرق؟ لا، مع اللي انا شفته واشتغلت فيه في الدوري الممتاز دلوقتي، على فكره كل الانديه عندها احدث مستشفى، اجهزه استشفاء دلوقتي بصراحه، وبعدين امكانيات عاليه قوي. لا يعني صعب نتكلم في يوم وحاجات دي، يعني مش 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 اسباب ومش حجم. انا شفت انا يعني لا شفت حاجات عاليه قوي يعني، غير مثلا زمان. زمان كنا زمان ننزل في المقطص ونعمل الساونا والتدليك وما عندكش تاني. زولف الله يرحمه. يعني الله يرحمه ويسامحه. كابتن حمدي الله يرحمه برضه. كابتن حمدي. وكابتن عبد المتعال، فؤاد عبد المتعال. دكتور فؤاد عبد المتعال. الله يرحمه. الله يرحمه. فلا دلوقتي لا يومين من ثلاثة من أربعة لا ما أعتقدش. طب معانا شوية صور كده، عايزين نفتكر شوية حاجات ذكريات جميلة. وانت بتلعب دي صوره كاس افريقيا طبعا، اللي قلت حضرتك السكرتوري ده اللي انا معايا مش عايز اسيبه. ده 96؟ اه 96. هو ده اللي احتفظت بيه، بقول لك هو احمد، اسمه احمد السكرتوري هو. ده طبعا معاك مدحت عبد الهادي ومعاك طارق مصطفى وكابتن هاني عباده تحت، وكابتن محمود سعد على يميني شمال الصوره يعني. بس وده كبير. انا صور كتير، تعالى نمشي. دي بقى كنا اهلي وزمالك اول مره العب في استاد القاهره، كنا بنلعب قبل الفريق الاول. يعني بتلعبوا ماتشات قبليها على طول. تعادلنا 1-1. موجود هاني رمزي على الشمال. موجود حماده يونس، موجود عصام ربيع، احمد حموده على فكره مدرب دجله تحت واحد. فين حموده؟ تحت اول واحد احمر على الشمال، شمال السوره. تعادلنا 1-1 المباراه دي. ايمن بسيوني. عفت طبعا. وايمن يونس اهو، كابتن ايمن يونس صح؟ عفت. لا مش ايمن يونس. كابتن ايمن اكبر. كابتن ايمن اكبر. لا ما انا قلت لحضرتك انا وعفت اللي يعني كنا محظوظين من الجيل ده يعني. اللي كملته. المحظوظين، لكن هم كل اللي انت شايفهم دول لعيبه محترمه. ده الدكتور الفنان ابن مطروح بقى، ابن البدايه الله، الزملكاوي الجميل. زملكاوي كان يعني. لسه هو متوفي من قريب على فكره. الله يرحمه. يعني عاشق الزمالك وكل اهل مطروح بتحبه. وجانا يوم ده حبيبي ايمانويل ده حبيبي. دي دار الهيئه الهندسيه كنا معسكرين فيها دي، وكنت طبعا فرحان هو عايش معايا بقى، الموز والحاجه الساقعه والاكل ومبسوطه كان معايا على طول. دي المباراه اللي هي برده في استاد القاهره اللي هي مباراه الاهلي، بس دي صوره لوحدنا فريق الزمالك يعني. بس كان حاجه جميله ان تاخدوا خبره وانتوا صغيرين ان انتوا تلعبوا. ده مستر فيرنر بعد ما خدنا تقريبا كاس افريقيا مع بعض، فيرنر الالماني ده سامنا بيه معايا، كنا شايلينه احنا الاثنين. زعلت على ديف ماكاي لما مشي؟ جدا جدا والله. مشي ليه ديف ماكاي؟ راجل كان خد الدوري. عارف الفكر اللي بيزعل يعني هو انا مدرب مش هتغلب مباراه يعني. الراجل لما يلعب مباراه 90 دقيقه اهلي والزمالك بيلعب ناقص واحد. وعملنا شوط اولاني اكتر من رائع، احنا مضيعين فرص طبعا، اللعيبه ضغط كبير عليها طبعا، ولود وحمل كبير اهلي والزمالك. فطبعا الشوط الثاني حصل انهيار مع اخر دقيقتين في المباراه، ابراهيم حسن شاط شوطه من بعيد قوي دخلت في المقص يعني في الهدف. كابتن حسين. محمد يوسف وعبد الجليل وابراهيم بعد كده، ده الشوط الثاني بقى. فطبعا احنا كنا عايزين نهاجم، تلعب ناقص واحد، فالراجل لازم يتغلب المباراه او اتغلب خلاص المباراه هوب يمشي. استاد المقاولين ده. احنا عاملين سنتين يعني نتائج غير عاديه. بس في مؤامره اتعملت عليه. يعني كان في تحضير ان هو لو في نتيجه سلبيه ان هو يمشي. طب يمشي ليه؟ انا كسبان 2 دوري. هو انا ما فيش غيري في العالم يعني، انا ما اخسر دوري واجيب لك دوري ثالث ورابع يعني. ما دي مشكله طول عمرنا في نادي الزمالك كابتن نبيل. لا مش نادي الزمالك. لا في نادي الزمالك في اطماع يعني. في تلاقي ان الناس اللي شغاله مش راضيه بالمنصب اللي هي موجوده فيه، بتبحث ان هي تبقى عايز يبقى مدير فني. على فكره في سنه من سنتين احنا واخدين يعني قبل ما نلعب مباراه النادي الاهلي احنا كنا واخدين الدوري. احنا راجعين من بلديه المحله، الطريق الزراعي كله ابيض واخدين الدوري. وده يعني ده رحيل ديف ماكاي اثر على فرقه الزمالك في التسعينات بعد كده. اثر بقى، ما هو ما كانش ديف بس، بعد كده مشي رضا عبد العال. ودي برضو كانت حاجه مخطط لها يعني، ان رضا عنصر مهم جدا. مخطط لها من مين؟ من مجلس الاداره؟ لا من اللي خده. من اللي خده. احنا يعني هو عنصر مهم جدا في نادي الزمالك. فاحنا نجيبه حتى لو مش محتاجينه يعني، حتى لو كده فهو اللي هو وقع نادي الزمالك. والناس اللي سابوا رضا يمشي ما فكروش اما رضا يمشي هنعمل ايه؟ هننقص ايه؟ فبامانه حكايه مش عايز ادخل فيها يعني. انا فوجئت ان رضا مشي ومضى للنادي الاهلي. هو كلام كابتن رضا على طول ده دايما ان هو كان عايز يقعد في الزمالك. يعني ما الناس هو اتعامل على يعني على ما سمعت يعني، انت ما كنتش موجود انت عارف، انت انا في الملعب وبتاع
وانا ما كنتش بحب اتواجد كتير يعني بره التمرين وكده، اخد عربيتي واروح. انا يعني بيتوتي شويه، ما بحبش ما كنتش بقعد في النادي يعني كتير. فسمعت ان هو اتعامل بشكل يعني قالوا له هو كده ومش عارف ايه وحاجه زي كده، فزعل الراجل. وبعدين في الفتره دي كان يعني بدايه الاحتراف، ولاعيب مثلا عايز يعمل قرش وعايز يعمل هو اول لعيب يعني يتنقل بفلوس 600,000 جنيه. كان عنصر مهم قوي، ما احنا كنا يعني كنا جيل يعني متركب على بعض. ما كان الملعب في الفتره دي يعني هشام يكن ونبيل محمود مثلا ورام اشرف قاسم، مع الاحترام للكباتن يعني الالقاب يعني، فدول مع خلاص طنبه كابتن رمزي كابتن يعني في الفتره دي كان احنا قلنا لا كان حسين عبد اللطيف بقى لعب. حسين كان جه مع الجيل ده. كابتن حسين واحمد رمزي اشرف قاسم اسماعيل في نص الملعب، لو طلع من الملعب لو في بقى قطعه نقصت بتتعوض، بس انت عارف انت شايف الزمالك في كده يعني، انت شايف كده. ما رحيل رضا عبد العال اثر في الفرقه دي بشكل كبير. لا اثر بصراحه. ورحيل لا مش رضا والجهاز. رضا وكان الجهاز الفني ديف مكاي ولا مش الجهاز كله. لا مش الجهاز كله. لا الجهاز حضرتك ليه ما مشى بعد مشي بعد كده كمل كابتن فاروق وجي كابتن احمد رفعت كابتن احمد وكابتن فاروق جم بعد كده هم كملوا. طيب ما في الفتره دي ما كانش معروف مين المدير الفني. وهي دي كانت مشكله كبيره. ما هم كان يعني خلاص انا مش عمل الموضوع ده. عمل يعني وجود كابتن احمد رفعت الله يرحمه وكابتن فاروق جعفر الله يمسيه بالخير، وجودهم هما الاثنين على راس الجهاز الفني، هما الاثنين كان في انقسام جوه الفرقه. مش انقسام ولا حاجه، بس هما الاثنين هما الاثنين مستواهم الله يرحمه كابتن احمد. كابتن احمد مرنا على فكره منتخب ناشئين ومرنا في الفريق الاول. ف مين المدير الفني كان في لخبطه شويه. وبعدين انا برايي انت عارف المركب اللي فيها رئيسين يعني. انا عايز اهاجم لا ندافع، طب انا عايز نبيل لا. هل اللعيبه حست بكده؟ طبعا ان في اختلاف في الراي. طبعا في حاجات كتير. لا غير اما كان ديف مكاي على فكره، والكابتن فاروق كان شغال جامد جدا على فكره. يعني عايز اقول لك حاجه، بين الشوطين في ماتش البلديه اللي الناس ما تعرفهوش، الكابتن فاروق كان في حاله ان احنا يعني احنا هنحسم الدوري. فكل ما ديف مكاي يجي يتكلم هو بقى يهدي الكابتن فاروق. الكابتن فاروق كان شايط. انت عارف في ليه كنا متعادلين الشوط الاولاني ولا ايه؟ كنا متعادلين 2-2. والراجل عايز ينهي الدوري، وهو حاسس بسن الدلع شويه عند اللعيبه ان جبنا هدف اتعادلوا وتقدموا وتعادلنا. فالمباراه صعبه جدا. وبعدين كانت يعني المباراه كانت فرقه صعبه. لا فرقه برضو جيل ولا اروع للبلديه على فكره كلهم. ده ليه احمد فاروق كان اكرم من جيل محمد درويش واحمد فاروق واكرم درويش مساك كان عندهم مساك مميز قوي. بتهيألي كمان عمارة ورضوان كانوا لسه صغيرين طلعوا كانوا مع فريق مع جيل هم جيل مميز جدا يعني. بصراحه الماتش كان صعب جدا يعني. خلص كام؟ 5-2. لا ما احنا نزلنا الشوط الثاني بقى طبعا بعد الدوش اللي خدناه. انت عارف اللاعب المصري شويه اما تدي له دوش ما تحسسوش ان انت المباراه عاديه. وبعدين كان لنا فرصه احنا هو الدوري ما كانش هيروح، بس ما كنتش هحسمه. فطبعا كنتوا عايزين تحسموه قبل ماتش الاهلي. كابتن فاروق بيقول لك يعني انت هتروح معاك الدوري. وطبعا في سنه عصبيه حصلت، وجمعنا بعض برده كابتن اسماعيل بقى واللعيبه وكده. نزلنا بقى كنا موفقين جدا الشوط الثاني. وبرده الحق يقال الفريق بلديه برده عمل مجهود، بذل مجهود كبير. بيلاعب برده تيم كبير، بيلاعب اسم كبير، بيلاعب اول الدوري. يعني برضو ما هو يعني برضو كان لازم يحصل فرق كبير. طب واحد من طبعا من الاسامي اللي اتكلمنا عليها كتير في حلقه النهارده ومن اللعيبه الكبار في جيل التسعينات طبعا في اخر الثمانينات وجيل التسعينات في نادي الزمالك كابتن عفت نصار. كابتن عفت مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو، ازيك اخبارك ايه؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ وحشتك. ان شاء الله اكون بخير، ربنا يخليك حبيبي. انا ضيفي النهارده الكابتن نبيل محمود حبيبك. نبيل اخويا وحبيبي وعشره عمري وواحد من الجيل الجميل اللي انا كنت بنتمي له في قطاع الناشئين. اللي خساره ان نادي الزمالك ما استفادش من لعيبه كتير جدا في الجيل دوت. كان في ناس كتير جدا تستحق انها تكون موجوده. انما طبعا انت عارف الفترات بتاعتنا دي كان الاعتماد اكتر على الناشئين في النادي، فكان في ناشئين كتير جدا او اولاد النادي كتير جدا كانوا موجودين باستثناء اثنين بس بيبقوا اجانب موجودين في الفتره ديت.
فللاسف اللعيبه دي اغلبها راح لعب في اكتر من مكان بره. يعني عندنا انا ممكن اعد لك 10 15 واحد لعبوا في انديه تانية وبقى ليهم اسماء كويسه موجودين، محمد جنيدي وعادل ابراهيم ومحمد كمال، وكان في مجموعه كبيره يعني بس كان معظم الفريق الاول بتاع نادي الزمالك يا كابتن عفت من اولاد النادي. يعني كان اعتمادي على اولاد النادي بنسبه 80% مثلا، لا اكتر كمان. انت عارف الفتره دي كان يعني حراسة المرمى طبعا ما كانش عندنا اجانب، كانوا كلهم اولاد النادي. بعد كابتن كده حسين كابتن احمد رمزي، كابتن هشام ابراهيم، كابتن لا نادر جه بعدين. نادر جالنا بعدين يعني. كان انا اول ما طلعت، انا طلعت قبل نبيل بشويه، فحضرت بطوله 86 افريقيا اللي احنا اخذناها مع مع كان باركر مع باركر الانجليزي. انا حضرت دي يعني، كنت مقيد معاهم ولعبت المباراه بتاعت اعتقد نيكانا ريد ديفلز بطل زامبيا في الوقت دوت، يعني كنت لسه صغير خالص يعني. كابتن عفت، كابتن عفت عايزك تقول لي اكتر موقف انت فاكره للكابتن نبيل وانت بتلعب. نبيل مواقف كتير قوي. نبيل اولا واحد من الناس البيتوتيه جدا، اللي هو عارف ايه يعني، لو قلت له تعالى اقعد في النادي، حتى من فتره من سنتين تقريبا قابلته في النادي. انا نبيل من سنتين عارف يعني، سنتين ما شفتوش بعد كده يعني. يعني عارف حد بيقعد في البيت على طول قاعد مع اولاده، ربنا يخلي له ابوه وكل اللي حواليه برضه، حد يعني نفس الشخصيه كده الطيبه والجدعانه. نبيل رجوله. بس افتكر له موقف نضحك برضه عليه كده. كنا بنلعب ستيشن ستورز النيجيري في نيجيريا، كنا المباراه اللي هنا اتكهربت 3-1، المباراه اتكهربت الكره اللي مسكها حسين السيد ودخل بيها والمرمى ما تعرفش ازاي، وبعد كده خرجها يلعبها فاول. فبنلعب هناك، فانت عارف احنا ايامنا طبعا ما كانش فلوس خالص يعني. يعني تقريبا انا كنت بقبض 159 جنيه في الشهر. انت متخيل؟ وكان 159 جنيه. وعشان احنا ولاد النادي عشان احنا ولاد النادي ما كناش بناخد المكافاه بتاعت الفريق الاول كامله يعني. تلعب المباراه لو المكافاه مثلا سي مثلا 10 جنيه انت هتاخد 5، تاخد 2.5. يعني افتكر بطوله افريقيا بتاعت 86 دي انا خدت حوالي 1200 جنيه. 1200 جنيه بطوله افريقيا. والطبيعي كانت مكافاه البطوله كام؟ مثلا 5000 جنيه مثلا؟ 5000 جنيه. و5000 جنيه انت كنت تاخدهم من المجلس الاعلى للشباب الرياضه. لان ما كانش فيه اصلا فلوس يعني، انت ما كانش فيه فلوس على فكره. خدنا كمان 300 جنيه انا وهو من الكابتن حمدي حافظ الله يرحمه، الاداري بتاع الفريق الاول. طبعا الله يرحمه. خدناهم جنيهات على فكره، 300 جنيه. الله يرحمه. المهم المباراه دي كان فيه مكافاه 200 دولار بتاعت السيستم ستورج دي. كان في رجال اعمال يعني هيتبرعوا لنا، فالحكم نبيل كل كره عرضيه طلعها، كل كره عرضيه طلع. فشاميه كان عمل فاول جامد جدا، بنالتي يعني، فاول جامد جدا طلع كره من الجون بايده. راح الحكم قعد دور نبيل وراح مدي نبيل كارت احمر. هو ليه سبب عمل كده ليه؟ انا هقول لك. نبيل هو اللي كان بيطلع كل الكور، عارف يعني نبيل ايه يعني. نبيل كان الحكم كان عايز يجي على الزمالك. كانوا بيلعبونا بتاع واحد الدور. لا ده صغير في ليه بتاع واحد الدور. البنالتي عادوا وضاعت، عادوا تاني. الحكم عايز يخلص علينا يعني. الحكم عايز يخلص يعني. هو طردك ليه يا كابتن نبيل انت؟ اقول لك ما هو عشان نبيل هو اللي كان بياخد كل كور العرضيه. قلنا لو انت ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه والله. ثلاثة بره. كابتن جوهر الله يرحمه نادالي قال لي يا ابني تعالى، قلت له والله ما انا مش هنسى الحكم ده طول عمري يعني. كان اسمه كريم كمارة. لا الاهم يا ميدو الموضوع ده كله، الموضوع كل ده انا رايح معلش انا في النبيل. قال لك هيضيعوا عليا المكافأة. وطلعت ما قلتش حاجه. ما تقولش هقول له ايه؟ ما هو بيتكلم فرنساوي اولا. لو دلوقتي في فار وبتاخد هتقول له الفار. جاله خالد الغندور. جاله خالد الغندور عمال يكلمه يقول له لا هو ده. قلت له كمان عفوا انت عارف الكابتن هشام يعني شعره خفيف. قلت له مش انا والله العظيم. عنده الشعر مش انا والله. مش انا. يقول لي المكافاه هتروح سيبوني. كابتن جوهر قال لك اطلع. نادالي قال لي يا ابني المشكله مش فاطلع. المشكله الماتش ده كان فيه عنف جامد قوي علينا. خدونا بقول لحضرتك الساعه 1 الدور في ليجو الذيب بنلعب جو نار. هو طلعني ليه؟ ضربات المرمى احنا كنا بنلعبها المدافعين بيلعبوها. ايمن منصور. ما انا اللي كنت بلعب صغير. ايمن منصور الكوره يقعدوا يجروا
وبندافع وبندافع بس على فكره. حسب علينا اتنين ضربة جزاء، واحدة ضاعت واحدة جت، وشكرا على كده اتقلب بقى طبيعي، وعدينا الماتش ده بعجوبة. عدينا بعجوبة يعني. بس طبعا حرمني من النهائي مع كوتوكو في المباراة الأولانية، كانت بره في كوماسي. ولعبت ماتش العودة؟ لا ما لعبتش العودة، لأن خلاص الكابتن جوري كان عمل تشكيل، كنت بديل في العودة. ده الماتش حرمني. ده الماتش اللي كابتن نادر دخل مكان كابتن حسين. بالظبط كده. فكنت بديل أنا للأمانة، هو الراجل عمل تشكيلة معينة كده، وبعدين كنا لازم يعني المباراه كانت تقريبا 1-0 1-0 او 0. لا كانت 0-0 يا نبيل، 0-0 و0-0 ولعبنا ضربات جزاء يعني. كابتن عفت، كابتن عفت شايف منافسه على الدوري ازاي؟ ناقص 4 ماتشات لكل فريق ما بين للاهلي والزمالك. بص يا ميدو، البطوله السنه دي حواليها رتوش كتير جدا يعني، انما انا عايز انسى كل الكلام ده، حته ان انا اجل مباراه. المفروض ان انت اعتمدت الفتره اللي فاتت جدول مباريات، والفرق كلها ليهم ترتيب، ما تجيش كمان تيجي تغير في جدول الدوري تاني عشان الترتيب اختلف. المفروض ان في البلاد اللي عندها كوره في جدول ثابت بيتلعب، كان في مواعيد ثابته، انت كنت بتلعب 7 الخصم بتاعك بيلعب 9. انا مش بحب كده يعني، انا احب انت كلجنه بتدير اتحاد كوره خلي فيه عداله، خلي العداله موجوده، انما ما تبقاش فيه عارف تحيز وتكره جماهير في جماهير. هم دول الناس اصلا السبب التعصب الكروي يعني، مش الجماهير. الجماهير رد فعل، عمرها ما كانت يعني ما كانت فعل. ان انت بتصدر قرارات يعني ايه مثلا، انا اجل مباراه الجونه علشان الجونه ما يبقاش ارتاح 5 ايام ويبقى مرتاح 3 ايام بس. والله انا يعني، والله يا كابتن عفت انا مش فاهم، لسه كنت بقول الكلام ده في بدايه الحلقه. انا المفروض ان الجدول ده نزل واعتمد خلاص وتم ارساله للانديه، المفروض الجدول ده ما يتغيرش، يبقى زيه يعني. يعني لا يمكن يتم المساس بيه الا للطوارئ، في بقى لا قدر الله حاجه. انا مش فاهم احنا في مصر البلد الوحيده اللي بنعمل الكلام ده ليه. ده انا اقول لك على الجديده كمان، الجديده كمان ان اللي انا شايفه يعني ان الجونه ممكن يبعت التماس بكره ان هو مش هيقدر يرجع الجونه فيلعب في اسكندريه زي ما طلب سيد عبد الحفيظ من اتحاد الكوره. والله بص انا ما اعتقدش يعني، بص يعني ما اعتقدش ان ده هيحصل. انا اعتقد ده هيحصل، انا بقول لك انا اعتقد ده هيحصل، لان نادي الجونه كابتن عفت نادي يعني عارفين كويس قوي ان هم ما ينفعش ان هم يدخلوا نفسهم في اي حاجه يعني تخلي منظرهم وحش بالبلدي كده. نادي الجونه اكيد عايز ان هو يتمسك، ان هو يلعب في ملعبه مباراه مهمه جدا لمدينه الجونه، لان لما الاهلي والزمالك بيروحوا الجونه، كابتن نبيل اشتغل في الصعيد وعارف، لما الاهلي والزمالك بيروحوا الجونه دي حاجه كويسه، لان نادي الجونه يعني واحد من الاهداف اللي اتعمل عشانها طبعا المشاركه الرياضيه، وان هو يدعم اللعيبه يدعم المنتخبات بلعيبه مميزه وحاجات تانية كتير، ولكن ليها هدف ترويجي للمدينه نفسها. فاعتقد ان نادي الجونه لا يمكن ابدا ان هو يحط نفسه في جمله مفيده ممكن تكون يعني حاجه النادي الجونه اكبر من كده. بص انا يعني انا اعرف الكلام اللي انت بتقوله دوت، واعرف كمسؤولين عن نادي الجونه شخصيات ليها كل التقدير والاحترام والكلام ده، انما الوقت ده هيبقى وقت بتاع مدير فني، هيبقى وقت بتاع اجهاد للاعبين يطلع من اسكندريه على الجونه علشان لا يعني انا مش عايزين نسبه الاحداث. طيب فيها انا مش هنسبه الاحداث فيها، بس انا اللي بتكلم عليه، هل الباشمهندس احمد مجاهد الراجل الفلاح المحترم اللي المفروض ان هو عاشر قامات موجوده في اتحاد كوره، هل عشان احتفظ بكل احترامي ده، هل التغيير في جدول المباريات ده شيء مهم بالنسبه له هو ولا بالنسبه لمين؟ يعني هل الكلام ده بيملى عليه هو، ولا هو بيقعد بالليل يفكر كده فبيجي له الهاجس بتاع المواعيد الجديده فيغير؟ هو انا قلت يا كابتن عفت ان انت النهارده حتى لو انت عايز ترسي او ان انت تعمل تكافؤ فرص ما بين الاهلي والزمالك، طب ايه ذنب الفرق الثانيه؟ انت النهارده بتظلم الجونه وبتظلم سموحه، بتظلم كل الفرق اللي حواليك ان انت بتغير لهم جدول التدريب بتاعهم. انت النهارده المدير الفني ده بيبقى حاطط زي ما كابتن نبيل عارف وحضرتك عارف، حاطط جدول ترتيب وعامل حسابه ان انا الماتش ده هبدا بفلان عشان الماتش اللي بعديه جاي بعد كام يوم هبدا باللعيب كذا، واعمل انت بتغير له حساباته كلها عشان في الاخر تخدم على تقول ان ان ان, إن خلينا نقول ان انت عشان بتعمل مبدا تكافؤ الفرص عشان انا في الاخر
ارضي الاهلي والزمالك مثلا. هو كمان في حاجه ميدو برضو عايز اقول لك عليها. العالم كله بيتقي الشبهات، يعني عارف في اي مباراه لو في اي شبهه بتحاول تلغيها. هل يعقل ان انا مباراه النهارده ليك اجي ملعب، اجي المباراه الجايه اجيها، اجي اللي جايه فار، والفار يبقى ملعب؟ يعني انت بتعمل ايه؟ يعني ايه الفار؟ يعني زي المباراه اللي فاتت كده في مباراه الاهلي والاسماعيلي، كان محمود عاشور فار. المباراه اللي بعدها محمود عاشور ملعب، واللي كان الملعب بقى بس ما فيش اخطاء تحكيميه يعني تذكر. اخطاء انا قصدي ليه احط نفسي؟ يعني انا عايز اعرف، هو ما فيش غير الحكمين دولت؟ يعني ما فيش غير دولت مثلا والغندور بس رد اتحاد الكره عليك هيبقى ان محمود عاشور ما شاء الله عليه خرج بالمباراتين بدون اخطاء تذكر، يعني عمل ماتشات كويسه. يعني انا يهمني برضو ان مفيش الحمد لله اخطاء تحكيميه كابتن عفت اثرت على نتيجه ماتشات. بص انا ماليش دعوه، بس في اخطاء تحكيميه في المباراه. في اخطاء تحكيميه في المباراه يعني، بس ما اثرتش على نتيجه الماتش مثلا. يا ميدو في حاجات بتتم. يعني هقول لك على حاجه، لو ال 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 الكابتن جهاد جريشه الحكم العظيم بتاعنا دوت في بدايه المباراه شويه القلق اللي عملهم دولت، وانذار المدير الفني، انذار مش عارف اسامه نبيه، انذار عبد الشافي، انذار، مع ان مثلا محمود دونجا عنده انذار وجي مسك واحد من الخلف وهو رايح للجون، المفروض دي ايه؟ المفروض دي انذار، لا انذار وطرد وانت تلعب ترتاح، انت بتلعب لاخر المباراه. في ماتش الزمالك والاسماعيلي. ايوه يعني انت بتلعب لاخر المباراه برضو، انت ممكن لا قدر الله كوره اتنين، والاسماعيلي فرقه كبيره مش صغيره، ممكن يجيب فيه جونين، يبقى مين اللي تسبب فيهم؟ هل في حكم في الدنيا انت ناس زمالك بتعترض عليه وتقول يا جماعه الحكم ده عمل اخطاء معايا؟ يعني انا شخصيا عامل فيديو لكابتن جهاد جريشه 8 ضربات جزاء، كل خبراء التحكيم اللي في مصر قالوا ضربات جزاء وهو ما شافهمش في المباراه. هل يعقل حكم انا معاه دايما ضدي؟ انا لعبت كسبت معاه 9 مباريات وخسرت معاه 9 مباريات وتعادلت 7 مباريات، هل في حكم عمل كده؟ يعني حكم دايما تحس ان هو ضد الزمالك في اغلب المباريات. هو يعني الحمد لله المباراه عدت على خير والزمالك كسب. عدت على خير. ما انت كاتحاد كوره عايز ايه؟ طب انا عايز اسالك كابتن عفت رايك في الـ في الـ في, الـ في المنافسين. انت دلوقتي الزمالك عنده 4 ماتشات امام وادي دجله وسيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي والانتاج الحربي، والاهلي عنده المباراه القادمه امام طلائع الجيش والمباراه المتبقيه شباب الاهلي المصري طبعا عنده اسوان، ممكن اسوان. يعني انا شايف ان اصعب مباراه لنادي الزمالك هي مباراه وادي دجله. مباراه قادمه. المباراه وانا بتفق معاك، لان المباراه دي هي مش عنق زجاج على فكره لوادي دجله. وادي دجله ممكن يخسر المباراه دي ويفضل موجود في الدوري برضو، لان ده بيعتمد على النتائج الثانيه اللي موجوده. يعني برضو مش مباراه عنق زجاج يعني حياه او موت بالنسبه لهم، لا. وادي دجله ممكن يخسر المباراه دي عادي ويكمل. طب انت رايك صعوبه المباراه في ايه؟ بالغيابات اللي بسبب الغيابات اللي موجوده عند الزمالك، ولا بسبب ان وادي دجله فرقه عندها لعيبه صغيره بتلعب بشجاعه كبيره جدا وعندهم حارس مرمى مميز؟ رايك صعوبه المباراه في ايه؟ وادي دجله من الفرق المحترم قوي. اسم النادي نفسه ده انا بحبه وبحترمه، وبخاصه ان رئيس النادي بتاعه راجل عقلاني جدا، وبيتكلم ان هو محتاج عداله، محتاج يعمل كوره في مصر، محتاج بيطلع عناصر، يعني حد فاهم. وانت لما بتلاقي حد فاهم وحد بيهمه المصلحه العامه الواحد بيبقى مبسوط. فالمهندس ماجد سامي انا بحب فيه الجزئيه دي، يعني انا ما فيش علاقه شخصيه بيني وبينه، انما انا بحب الجزئيه دي طبعًا. يعني راجل كل كلامه عن ان يبقى فيه كوره، يبقى فيه عداله، يبقى فيه ناشئين، يبقى فيه منتخب، يبقى فيه نتائج، يبقى وهو سبق كل الناس اللي في مصر يا كابتن عفت في حته ان انشاء الشركات المحترفه. لا يعني انا بعمل عليه حلقات يا ميدو. لا بجد يعني طبعا ماجد سامي راجل اسطوره يعني. الفكر بتاعه ده في الفكر بتاعه اللي هو بيعمله دوت، يعني طبعًا. انا عاجبني الفكر ده، عاجبني الفكر اللي جاي بتاع فاركو، يعني فكر فاركو ان هم يعملوا شركه كوره وفرق النادي لسه طالع للدوري الممتاز.
بيفكر بفكر احترافي. لا انا بقول لك الفرقه دي انا ما اعرفش مين اللي بيمرنها ولا مين اللي هيمرنها ولا عارف اللعيبه اللي عندهم، انما بقول لك الفكر نفسه ده يوصلك لحتت كويسه في الكره المصريه، حتت توصلك ان يبقى في بادره امل ان شاء الله طبعا مع توجيهات السيد رئيس الجمهوريه الفتره اللي جايه لاعاده انضباط كره القدم في مصر وتاهيل الناس المتاهله او الناس المؤهله مش الجباهزه بتوع زمان اللي خدوا ال 20 سنه اللي فاتت او ال 22 سنه اللي فاتت دلوقتي اللي خدوهم وبسم الله ما شاء الله احلى النتائج عملناها، ما عندناش اي يعني بقينا اسوء اربع دوريات موجوده في افريقيا. انما انا عايز ان الناس دي يبقى ليها دور من طبعا. خلال برنامج كاميدو تسلط الضوء عليها بشكل كويس لان هم اكيد هم عندهم بيزنس. والله والله بنقول كل يوم يا كابتن عفت احنا الناس اللي مرتبطه بالكوره بره واللي عندها درايه ونولج وعندها علم وعندها تجارب سابقه زي ماجد سامي زي المهندس ماجد سامي والناس اللي سبقت خدت خطوات بدري في الاداره الرياضيه المحترفه لازم يبقى ليهم دور في اتحاد الكوره وفي اداره الكوره في مصر عشان نقدر نتقدم. بالظبط انت عندك خبرات يا ميدو احترافيه كتير، محمد صلاح عنده اختبار يعني عنده حظوظ احترافيه كتير، النني الكلام هاني رمزي ناس كتير احمد حسن السقا كل حسن كل انا كنت اولهم في تركيا على طبعا فكرة. وانت طبعا خدت خطوات بدري لازم يا ناس تستفيد من الناس دي في حاجات. بالظبط يا ميدو حتى في موضوع العقود يعني تخيل موضوع العقود عندنا في مصر في اخطاء كبيره جدا انت ممكن تكون عارفها وبتشوفها دوما، انما لما اجي لعيب مثلا بلعب في نادي الزمالك او نادي الاهلي واجي مثلا لعيب ده عايز 2 3 مليون انا اديله 2 3 مليون انما بشروط ان انا نادي كبير اهلت بالنسبه لك جبت لك افضل لعيب عناصر موجوده معاك عندك جماهير كبيره عندك نادي كبير فلما اجي اقول لك تحقيق الهدف بتاعك 50% اعتقد انك لازم توافق ولازم النادي يضمن حقوقه في بطوله او يضمن حقوقه في فلوسه. قصدك يعني قصدك ان دفع مرتبات اللاعبين يبقى بناء على الفوز بالبطولات او مربوط بالفوز بالبطولات طبعا هو طبعا. ده انت بتلعب في زمالك والاهلي في الحتت دي عندك بتاخد اكتر من اي حد بره فلما بتاخد اكتر من حد بره كمان اللعيبه اللي بتلعب جنبك كمان نفس الكلام فالمفروض ان انتوا جروب جايين لانجاز مهمه مش للتواجد بس صحيح. يعني كابتن عفت انا لازم يبقى في حلقه ما بيني وما بينك هنا في اوضه اللبس نقعد نتكلم مع بعض عن حاجات كتيره لان انا عارف ان انت عندك افكار مميزه جدا لازم نقعد مع بعض ونتكلم فيها في حلقه كامله. بشكرك يا كابتن عفت على مداخلتك معانا. اتفضل اقول لكابتن نبيل حبيبي يا كابتن نبيل انا اخدت منك الوقت معلش سامحني والله يا نبيل وعايز اشوفك وانت منور ويعني مش عارف اقول لك ايه كل سنه وانت طيب يا حبيبي على عيد ميلادك الفتره اللي فاتت دي وانا بعديك على فكره ان النهارده عيد ميلادي كل سنه وانت طيب يا كابتن عفت. طيب يا جميل ربنا يخليك يا كابتن عفت شكرا. يعني طبعا كابتن عفت نصار واحد من النجوم اللي عندهم افكار مميزه جدا وفعلا لازم استضيفه في حلقه ونقعد نتكلم مع بعض. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل اخر فقره لينا مع رامبو الكابتن نبيل محمود. اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس وضيفي رامبو كابتن نبيل محمود. كابتن نبيل عايز اسالك عن نادي الزمالك وانت راجل تواجدت في فتره في الجهاز الفني في نادي الزمالك مع الكابتن خالد جلال وهاب جلال ونبوشه اشتغلت مع اشتغلت مع هاب جلال ونبوشه ويعني وخدنا كاس مصر وكانت فتره مميزه جدا. فينك من نادي الزمالك دلوقتي؟ هل بتتمنى العوده مره تانية؟ هل بتتمنى يبقى ليك دور داخل نادي الزمالك؟ هو بصراحة أنا يعني بتمنى بس أنت عارف يعني نادي الزمالك في ظل الحالة بتاعت الميديا اللي موجودة نادي الزمالك بصراحة الأجنبي بيريح الجميع. مدرب المصري هيلاقي صعوبة جامدة جدا. أنا قصدي في الجهاز يعني في الجهاز أنا قلت لحضرتك قبل كده ما ينفعش أقول لنادي الزمالك لا في أي حاجة طبعا بتمنى واللي موجودين أسامة موجود أخويا وحبيبي وأي حد بيشتغل من رواد النادي يعني لكن أنا بصراحة يعني أنا شغلتي مدير فني انا حتى لو انت جيت لنا مره التمرين طبعا انا كنت برضو بشتغل عارف انت ما اشتغلتش مع حد على فكره ما اشتغلتش انا في نادي الزمالك مثلا عارف لما تبقى شغال 20 سنه مدير فني انت رقم واحد صعب قوي يعني انا حتى لو مدير فني اجنبي كبير مثلا ما هو بقى هنا دي على فكره نبوشه مدرب محترم قوي على فكره ولما جيت قال لي جمله مش هنساها لحد دلوقتي وشخصيه جميله وشخصيه محترمه يعني قال لي على فكره انا اكبر منه في السن
نبوشه حاجه 40 سنه اهو. قال لي انا سمعت ان انت مدرب كويس والناس قالوا لي يعني عليك وكلموني وكده، فحط في حسابات جاي تتعلم يعني، مش شرط ان انا اقول لك حاجه، لا انت تشتغل وهنشتغل. وقال لي انا ممكن اتعلم منك حاجه. كان بيسمع لك في حاجات كتير. ده الراجل مثلا في وقت الوقت كان بيلعب اوباما باكرايت، ما هو وانت كان في خلاف أوباما كبير. اوباما انا تعبت جدا نساله، هو يقول لك يعني تعبنا الفتره دي، كان شويه هو كان الدنيا مش ماشيه معايا، كان عايز يمشيه يعني، انا مش عايز اتطرق لكن تعبنا معاه علشان نشغله، كنت بذل مجهود كبير قوي مع نيبوشا عشان هو اوباما لعيب كويس طبعا طبعا، وكنا بنحطه في حته الباك رايت دي عشان مش لاقيين حته نحطه فيها. و بس اوباما ما ينفعش يلعب باك رايت ابدا، ما هو هو يعني عارف انت، هو اوباما كان في الفتره دي هيمشي من النادي خالص. انا احنا تعبنا في يعني كانت فكره مين ان هو يلعب باك رايت او ان هو يتمرن باك رايت؟ هو انا جيت بصراحه لقيته لعب يعني، وانا لما جيت لعب مباريات قبل كده يعني، هو كان لعب قبل ما انا جيت، عارف كان قبل كابتن طارق ومدحت عبادي الاثنين كانوا اعتذروا وبعدين انا جيت، فهم كان لعب مباراه بالتالي، فما لما لقيته بيلعب وخلاص، واحنا تقريبا كان عندنا عجز في المكان ده، انا ما اعتقد ما كانش في حد موجود يعني تقيل، كان حازم تقريبا مصاب او حازم كان اعاره بتاعي او ما كانش كان عارف الاتحاد بتاعي، لا هو كان معانا في السنه دي، لا بس انا كان معانا، لا بس انا جيت لقيته مصاب تقريبا، كان اصابه كبيره او حاجه، فما كانش موجود يعني، فكان بيلعب اوباما غصب عننا يعني. كنا في مباراه بنلعب الاسيوطي في اسيوط، وقعدنا الجهاز الفني بذلنا مجهود كبير ان احنا نحطه في القائمه الافريقيه، هو احنا في الطريق اتشال من القائمه الافريقيه، درسنا تاني ان هو يتحط، كنت اتشال من قبل مجلس الاداره يعني ما كانش فيه رغبه في التوقيت ده كده في وجوده اصلا يعني، ما اعرفش بقى ليه يعني. فا اوباما لعيب كويس طبعا طبعا، ونبوشا مدرب كويس على فكره، وشخصيه جميله جدا، بقول لك ما اعتقدش حد من الوطن العربي يقول لك كده يعني، انت عارف اي حد يجي لك بص بقول لك ايه انا الوسط الكبير وانت هتجيش، لا بالعكس والله جميل، ونقعد وكان يحط التمرين وكان يقعد يشرح هنعمل ايه ونتكلم سوا، وهو كان بصراحه كنت بحس انه كان مكسوف مني يعني، طبعا هو سامع ان انا مدير فني، وسامع ان انا كوتش كبير، سامع ان انا صاعد يعني حديثا بفريق للدوري الممتاز، فلقيته مرحب وحابب بس ده كويس ان انت تشتغل مع حد عنده خبره ويقدر ينقل لك الخبرات دي، بالذات لما يكون عايز يساعدك يعني. طبعا كابتن نبيل نورتني، ربنا يخليك يا مان، وشرفتني في اوضه اللبس، سعيد ان انا معاك والله، وسلامنا لرامبو الصغير شعبان، بنقول له رامبو برضه ولا ايه؟ ما هو العيله كلها رامبو، محمود رامبو، محمود نبيل رامبو، محمد نبيل رامبو، محمود رامبو، ما هي خدت بقى نفس ال، ربنا يخليك يا كابتن، بتمنى لك التوفيق، الله يخليك، شكرا يا كابتن، اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من اوضه اللبس، تصبحوا على خير.